سلام، انا معاد احبوش. من الاخر الكاتب سميتو احمد الصفريوي، الكتاب سميتو لابوات اميرفي، اتكونوا عارفينها بلا ما نحتاج نقول لكم. علبه العجائب، واحد طاسه صغيره فيها بزاف ديال الحوايج ما عندهم حتى معنى حتى قيمه، ولكن اللي داير ليهم هاد الشان هذا كامل هو سيدي محمد. احمد الصفريوي في هاد القصه هادي غيرجع بالزمن اللور، غادي يرجع لفاش كانت عنده 6 سنين، ما عندوش صحاب، واحد دري وحيد ساكن هو وامو لالا زبيده، واحد المراه زوينه الله يعمرها دار، وراجلها عبد السلام، ساكنين كلهم في دار الشوافه. دار الشوافه ساكنه فيها واحد الشوافه كانوا مسمينها خالتي كنزه. دار الشوافه ساكنه فيها حتى لالا رحمه اللي عندها بنت سميتها زينب، وهي كبر من سيدي محمد بعام، هو عنده 6 سنين وهي عندها 7 سنين. وسيدي محمد ما كانش كيحمل فيها الزغبة هاد زينب، هادي بنت لالا رحمة. راجل لالا رحمة سميتو دريس العواد. العائلة ديال سيدي محمد والعائلة ديال زينب بجوج بيهم مجموعين في دار وحدة اللي هي دار الشوافة. هاد الدار هادي جات في واحد الزنقة مضيقة. المهم النمط ديال سيدي محمد هو انه كل نهار كيمشي في الصباح للمسيد باش يقرا القران. الفقيه كان كيقريهم واحد الفقيه اللي كبير في العمر وديما طالع عليه الزعاف. هاد المسيد كان في درب النوالة، اتكونوا عارفينه، الفاسيين يكونوا عارفينه درب النوالة، واحد الدرب كاين في فاس. المهم سيدي محمد كيف ما عارفين احنا واحد الشخص اللي وحيد ما عندوش صحاب ديب، وهاد الوحده ديالو خلات عنده واحد الخيال واسع. هاد لابوات اميرفي راه فكره من الخيال ديال سيدي محمد، فهو كان عنده مركب نقص، هاد لابوات اللي فيها الغلاقات والخرقات والصداف يعني غير التخربيق، ولكن هو رد منهم شخصيات اللي عندها قيمتها، فهو كان خالق واحد العالم ديالو بوحدو. واحد الحاجه اللي ما كانش كيحملها سيدي محمد واللي هي لو بان مور، الحمام. مو كانت ديما كديه الحمام وكيطولوا فيه بالسوايع، وهو ما كانش كيحملو وكيدوز عنده نهار خايب الا مشى للحمام. بحال ملي كنتي انت صغير وكتجرك امك تمشي للحمام وانت ما حاملش، فهكا كان سيدي محمد. واحد الحاجه اللي لاحظها سيدي محمد في الام ديالو ووصفها لينا، على انهم من مورا ما كيجيو من الحمام كيرجعوا من الحمام كتبقى تعاود هي وصحاباتها على شنو وقع في الحمام، شكون اللي دابزات، كيفاش داز الجو ديال الحمام وداكشي. فهما ديما من مور الحمام كيتجمعوا العيالات اللي منهم لالا زبيده، ويبقاو يدويو على شنو وقع في الحمام، وكل وحده كتقول شنو دارت وحتى شنو شافت. وغيوصف لنا باللي لالا زبيده الام ديالو كانت ديما كتباها قدام صحاباتها بكونها من سلاله ديال الشرفه وجدودها احفاد ديال الرسول وعندها الحساب والنسب. هي ديما كانت كتباها عليهم وكتقول لهم انا بنت النسب والحساب والشان والمرشال. المهم ما دوش حوايج وصفهم لنا سيدي محمد على الام ديالو. غيجي واحد النهار وغدابز لالا زبيده ولالا رحمه يعني الجارات، غيدابزوا على النوبه النشير ديال الحوايج، وبداو كيتعايروا ويتسبوا ويقلوا العرض والحياء. نتوما عارفين المدابزات ديال العيالات في المغرب كي كتكون. فسيدي محمد كيوصف في القصه باللي تصدم من هذا الجيست، هذا تشوكا من السبان ديال لالا رحمه ولالا زبيده اللي هي الام ديالو. غادي تدوز هاد الواقعة هادي، وسيدي محمد غيكون عنده نهار 3 امتحان عند المسيد. غيجي نهار 3 وسيدي محمد ما بغاش يمشي حيت خايف ما يعرضش داكشي اللي حفظ العام كامل. سيدي محمد غيصطانع المرض ديالو. داك النهار جات عندهم واحد المرأة كانت صاحبت لالا زبيدة وجارتها القديمة اسمها لالا عيشة. هاد لالا عيشة هادي شافت لالا زبيدة مقلقة، قالت لها مالكي؟ قالت لها سيدي محمد واقيلا بحال مريض حيت ما قدش يمشي للمسيد، ولكن هو سيدي محمد غير ما بغاش يمشي حيت خايف لما يعرضش داكشي اللي حافظ، ماشي مريض غير صطانع المرض. هنا لالا عيشة اقترحت على مات سيدي محمد اللي هي لالا زبيدة انهم يزوروا الضريح ديال سيدي علي بوغالب باش تشرب المال سيدي محمد، داك الماء ديال الضريح علا وعسى يتشافى.
بقات كتقنع فيها لالا عيشة كتقنع فيها حتى خلاتها تمشي معها وقالت لها لالا زبيدة مرحبا يلا نمشيو لهاد الضريح. مشاو للضريح وبقاو كيدعيو على داك سيدي علي بو غالب وحق بركة سيدي علي بو غالب داوي لينا ولدنا راه بغينا ولدنا يولي بخير. بقاو كيدعيو وخلاو سيدي محمد تما حدا الضريح تيدور. فشاف واحد المشى وبقى تيقيس معاها تيقيس فيها حتى قمشاتو حيت داك الضريح كان عامر بالمشاش وجرحاتو مشى. لالا زبيدة تقلقات حيت شافت هو اصلا مريض وعاد زاد جرح جرحاتو مشى. مشى للدار وباه قال لمو ما تخليهش غدا يمشي للمسيد راه مجروح ومريض وما مشاش. فرح سيدي محمد ملي ما مشاش وفرح حيت جاتو مع العطله نيت غيجلس يومين متابعه. الغد ليه فاقوا في الصباح وصبحوا على بعضياتهم الجارات يعني الصواب وفاطمه البزيويه جارتهم اللي ساكنه حدا لالا زبيده ساكنه انفاس معاها جايبه سفنج لسيدي محمد. شويه غيجي دريس المتعلم ديال عبد السلام ماشي دريس العواد راجل لالا رحمه دريس المتعلم ديال بات سيدي محمد اللي هو سي عبد السلام. فهاد دريس المتعلم جا باش يدي لهم التقدية لمرات سي عبد السلام لالا زبيدة مات سيدي محمد ويدي السلعة من الدار للمعلم ديالو سي عبد السلام. فجا وصل التقدية وهز داكشي اللي كان خصو يهز ومشى في حاله. شوية جات رحمة وخنت داك الدباز ما بينها وبين لالا زبيدة جابت لسيدي محمد واحد اللعبة على شكل فيل صغير وفرح به سيدي محمد وزادو على التويشيات اللي كان كيجمع في لابوات اميغفي. من بعد غيجي نهار الجمعة مشى سيدي محمد للمسيد في العشية يعني راه جلس يومين تقريبا مشى للمسيد في العشية. سيدي محمد غيوصف لنا باللي ملي قال لهم الفقيه في الاخر ديال الحصة سالينا خصكم تخرجوا بحال الا تحرر من شي زنزانة بحال ملي كتكون شي جوج سوايع ديالك في الفيزيك وكتقول فوقاش غير نخرج انا بغيت غير نخرج. فهكا كان كيوصف لنا سيدي محمد المشهد ديالو ملي قالوا لي قال لهم الفقيه خرجوا. سيدي محمد فاش خرج من المسيد وكان راجع للدار شاف عند فاطمه البزيويه واحد الفانوس شراتو. هو فاش شاف ذاك الفانوس تبهر ومشى ديريكت لعند امو قال ليها راه فاطمه جارتنا البزيويه راه شرات فانوس. امو مشات عند فاطمه باش تشوف الديكور وعجبها الديكور طاحت عليها الفكره حتى هي بغات فانوس وتسنات حتى جا راجلها سي عبد السلام وطلبت منه يشري ليها فانوس حيت هما في ديك الوقيته كانوا كيضويو غير بالشمع. فبقات عليه بالهضره الهضره 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 حتى الصباح صافت ليها الفانوس مع دريس المتعلم. من بعد زينب بنت رحمه تلفات واخا لالا زبيده كانت مدابزه مع لالا رحمه واساتها وطبطبات عليها حتى لقات بنتها. لالا رحمه تجمعوا عندها العيالات وبحال كيشاركوا معها داك الفيلينغ داك الاحساس ديال البكيه. وسيدي محمد هنايا كيوصف لينا باللي هو كان كيشوف داكشي بحال هما راه كانوا غير القلب عامر جاوا يخويو على لالا رحمه يعني راه ما كاين لا شاركوا الفيلين لا والو. سيدي محمد في هاد البيريود هادي فرحان حيت هو ما كانش كيحمل الزغبه في زينب داكشي علاش ملي تلفات هو فرح. غادي تجمع لالا زبيده هي وفاطمه البزيويه ومشاو للضريح ديال مولاي دريس وبقاو كيطلبوا باش تبان زينب بنت رحمه. وفاش وصلوا لقاو زينب تما حيت ديك البلاصه كيتجمعوا فيها الناس اللي تلفوا شي وحدين اللي كانوا جالسين تما فلقاو زينب بنت رحمه تما. فاش لقاوها رحمه فرحات ودارت صداقه ملي لقات بنتها زينب. دريس العواد راجل رحمة مشى جمع دوك السعايا اللي كاينين في الحومة باش يكونوا في الصداقة وياكلوا ويكرمهم. رحمة حتى هي دارت لجاراتها العرادة وكلاو وبقاو كيقشبوا ويقصروا ويهضروا بيناتهم وخلات زينب مع سيدي محمد كياكلوا بجوج. العلاقة ديال سيدي محمد مع لابوات أميغفي ديك الطاسة اللي كان فيها خشي فيها الصدافي خشي فيها شي حوايج اللي لا علاقة كانت واحد العلاقة في شكل فين ما كان مقلق كيمشي يخويها ويهضر مع هادوك اللي كان كيجمع يعني الصدافي الخراقي.
وكيجيب ليه الله باللي كيدوي مع شخصيات، يعني كان خالق واحد العالم بوحدو. فاش لقاو زينب بنت رحمة، فاش لقاوها ودارت ليهم لالا رحمة ديك الزردة ديك العرادة، غنسالي هاد الشابيتخ هذا. من مور هاد الشي سيدي محمد غادي تجر امو معاها باش يمشي ويشوفوا جارتهم القديمه اللي سميتها لالا عيشه. لالا عيشه ديك المراه اللي كانت جات عند لالا زبيده باش تدي سيدي محمد يشرب الماء من الضريح ديال سيدي علي بوغالب. المهم لالا زبيده جرات ولدها ومشى معاها لعند هاد لالا عيشه هادي، وسيدي محمد لاحظ كيفاش ملي جلست امو هي ولالا عيشه بقاو تينمموا في العيالات وفي الناس ديال الحومه، بقى ملاحظهم كيفاش كيهضروا في الناس. فمات سيدي محمد لالا زبيده اتصيفطو يلعب حدا الزنقه ديال الحومه ديال لالا عيشه، بقى تيلعب مع الدراري اللي تما ولا ديك الحومه، وبقى كيلعب معاهم لعبه عريس وعروسه. نتوما عارفين لعبه عريس وعروسه يعني كيديروا احداث هكا العماريه داكشي، غتكون نتوما لعبتوها في الصغر، انا بوحدي اللي ما لعبتهاش، واخا لعبه زوينه ولكن فاك. هاد اللعبة هادي غتسالي بالمدابزة. فسيدي محمد كيعاود لنا ان واحد من الحومة كان ضرب واحد البنت بنت الجيران، فوقع المشاكل وسالت اللعبة بالمدابزة، وكل واحد مشى في حاله لدارهم بحال ملي كتقطع كرة كل واحد كيتشتت لدارهم. واحد شوية غيجي مولاي العربي العلاوي. مولاي العربي العلاوي هو راجل لالا عيشة، جا للدار ديالو بقات كتهضر معاه مراته عيشة، قال ليها شي حاجة وفجأة بقات كتبكي، بقات كتبكي وكتبكي ومقلقة. سيدي محمد ما فهم والو في هذا السيناريو، ولكن نقل لنا هاد الحدث بكل لي ديتاي ديالو على ان مولاي العربي العلاوي غير قال لمراتو عيشة داك الشيء بقات كتبكي وتقلقات. ماين سيدي محمد لالا زبيدة واساتها وبقات معاها العشية كاملة. في الليل سيدي عبد السلام مشى للدار ديال لالا عيشة باش يدي مراتو وولدو سيدي محمد. الغد ليه لالا زبيدة فاقت وعودات لراجلها سيدي عبد السلام على شنو اللي خلى لالا عيشة تبكي من بعد ما قال لها راجلها ديك الهضرة. قالت ليه لالا عيشة بكات حيتاش مولاي العربي العلاوي تخاصم مع صاحبه في الخدمة. انا نقول لكم كيفاش. هاد مولاي العربي العلاوي راجل لالا عيشة كان عنده واحد الحانوت واحد المحل، وكان خدام عنده واحد البنادم سميتو عبد القادر. عبد القادر وهذا عبد القادر هذا كان باغي يتزوج وخصوه الفلوس، وسلفو مولاي العربي ودار معاه زوين، وواحد الفتره ولا حتى شريكو، قال ليها تولي شريكي في الخدمه انا تايق فيك، ولا شريكو في المحل وما بقاش غير خدام، دار معاه زوين. ولكن هذا عبد القادر هذا ما ردليش فلوسو اللي كان سلفهم ليه مولاي العربي. فمولاي العربي شاف ان الاوضاع غدا وكتتطور لأسوأ، فدعاه وخا دعاه ما صور والو، واللي ربح القضيه وخدا المحل هو داك عبد القادر. سيدي محمد هاد الفتره اللي كيعيش وهذا الشيء اللي كيسمع دابا، الاختطاف ديال زينب ورجوعها ومولاي العربي، البلان اللي وقع عليه ما بينه وبين عبد القادر، فباش ينسى ويرفه على راسه كان كيتانسبيرا من لا بواط اميرفي هذيك الطاسه. وزياده على هاد الشيء كانوا كي واحد الحجايات اللي كان كيحكيهم ليه مولاي عبد الله مول الحانوت، واحد الحانوت حداهم، هذا السيد كان كيحسس سيدي محمد بواحد الراحه حيت كان كيحكي ليه الحجايات. بات سيدي محمد عبد السلام عاود على مول الحانوت هاد عبد الله هذا، جمع مرته وولده وبالصدفه واحد النهار عاود ليهم عليه، قال ليهم هاد عبد الله هذا راه واحد السيد غامض ومزكرم حتى واحد ما عارفه، لا فين كيسكن لا ما عارف عليه حتى شي حاجه، كاين بنادم اللي تيقول عليه كاع ملحد، كاين بنادم اللي تيقول عليه راه كيكون في دوك البلايص ديال الضريح ودوك انه مخلص الحكومه باش يقول هاد الحجايات للناس اللي كيجيو عنده. قال لهم باللي راه انه كيقولوا عليه باللي شي نهار كانوا شافوه في شي زاويه على انه زعما سيد، وقال لهم ان الاغلبيه كيمشيو عنده باش يعاود لهم الخرايف، وبزاف د الناس ما حاملينوش وحتى واحد ما فاهمو لا شنو الدور ديالو في ديك الحومه، لا شنو هو كيدير، شنو الهدف ديالو من داكشي دوك الحجايات اللي تيقول. سيدي محمد نقل لينا شنو قال عبد السلام على عبد الله مول الحانوت. عبد السلام طبيعة الحال كيعاود على هذا عبد الله بحال شي واحد في الفي بي اي اف بي اي اف بي اي. المهم دازت ايام، سيدي محمد مشى للمسيد وعاود على الفقيه باللي كان داك النهار فرحان وناشط وما قداتو فرحه، ما عطاهم لا عصا لا والو،
حيت علاش؟ حيت عاشورة قربت، وملي كتقرب عاشورة قال لينا باللي الآباء كيحطوا الفلوس باش يزينوا المسيد، دونك ما عطاهمش العصا وتعامل مزيان، وكان فرحان داك النهار سيدي محمد حتى هو كان فرحان. وبطبيعة الحال راه الفقيه ما معصبش، دونك سيدي محمد فرحان. ملي مشى للدار ما لقاش امو، وملي ما لقاش امو تقلق بطبيعة الحال، بدا تيسول فين مشات امو. رجعات امو وبدات كتعاود الجارات اللي حداها على القصة ديال لالا عيشة، عاقلين على القصة ديال لالا عيشة ورجلها. المهم عاودت لهم كيفاش تطورت الامور، فمولاي العربي رجل عيشة من مر المشكل اللي داز منه، مراته لالا عيشة باعت ذهبها باش تعاونه وترجع فيه الروح. العيالات وراء كل رجل عظيم امرأة، ورجعت فيه الروح باش يخدم من جديد ويفتح محل اخر. غير سالت لالا زبيدة الهضرة ديالها والنميمة ديالها على لالا عيشة، تسمع واحد الغوات ديال البكا، يعني شي واحد تيغوت. بغاو يعرفوا شكون هذا اللي كيغوت، مناش جاي هاد الغوات هذا. واحد الجارة اللي غوتات، علاش؟ حيتاش الحلاق اللي في حومتهم سيدي محمد بن طاهر، هذا الحلاق ديال الحومة ديال سيدي محمد، هاد سيدي محمد بن طاهر جاتو سكرة الموت فمات. مين سيدي محمد لالا زبيدة مشات تعزي مع جارتها مرات الحلاق، فمشى معاهم سيدي محمد حتى هو. وفاش رجع بداو كيتخيلوا ليه شي حوايج اللي في شكل، بدات كيتخيل ليه الموت، كيفاش كدوز الموت، الدفن، مراسم الدفن، عذاب القبر، والحوايج اللي كتخوف. فداكشي اللي كان هو عارفه في عقله كانوا كيتخيلوا ليه شي حوايج. سيدي محمد بحال الا جا الاكتئاب والديبرسيون، بحال الا خايف. وبا عبد السلام لاحظها فيه، فبا عبد السلام باش يهدنو بغى يعاود ليه شي قصص وشي حكايات. فبقى تيعاود ليه على الجنه والملائكه، فاش الملائكه تيجي ويقبطوا الروح ويديوها وشي حوايج زوينين باش يطمئن الولد. ولكن الولد واخا هكاك اثرت فيه دوك الحوايج اللي شاف، راه مشكل مور مشكل، سيناريو مور سيناريو، فالدري بحال تلخبط ولا كيشوف شي حوايج، خاف وتقلق وجاتو الديبرسيون، وتخايل راسو ميات وتدين وكيدفنوه، يعني عزينو هكا تيغسلوه وتيدفنوه. حتى نعس وبقى تيحلم بداك الشيء. قال لنا سيدي محمد ولا لوناغاتور قال لنا انه فاش نعس بقى تيحلم بداك الشيء اللي كان كيتخايلو. ومولا الزبيدة فاش هو فاق الصباح ما خلاتوش يمشي للمسيد، حتاش كان بحال ضارب شي حاجه. سيدي محمد كان خايف حيتاش في هذا السن هذا اللي هو 6 سنين وشاف هذا الشيء كامل، اثرت عليه، اثرت على نفسيته، داكشي علاش كان مأزم. وديما تيبان لينا انه في القصه انه وحيد ومأزم وديما بوحدو وخالق عالمو ديالو بوحدو، فداكشي علاش اثرت، داكشي تيبان شخصيته هكا وحيده. هنا سيدي محمد غايقول ستوب ومشى صافي، مبقاش كيديها في الجارات والنمطيه ديالهم وداكشي اللي كيديروا في حيلهم. فمشى تيعرض القران اللي كان حافظه، بقى تيعرض شويه، جات عنده امو عطاته واحد البراسلي ديال الكوير، دوك اللي كيتباعوا ب10 درهم غالبا تبيعوهم دوك الافارقه، فبحال هادوك عطاتها لامو وفرح بها ومشى للدروج كيفرح كيفرح كيفرح، وبقى كينقيها ويشوف كي دايره ويشوف فيها ويلعب بها. شويه جات عنده المشه ديال زينب بنت جارتهم، اللي ديك زينب اللي ما كيحملهاش سيدي محمد، فجات عنده المشه وبقى حتى هو تيلعب معاها وتيقيسها، وحط ليها داك البراسلي في عنقها. شويه اش غيوقع؟ المشه هربات، فسيدي محمد يسحب ليه بحال زينب هي اللي صافطات المشه باش تاخذ ليه داك البراسلي اللي عطاتو ماما. انا سيدي محمد غيهبط وبدا يهلل ويقول لها انت اللي حرشتي المشه تجي تاخذ ليه البراسلي، وهكا بدا تيدابز معاها. واصلا كان باغي يعني يدابز معاها وما تيحملش فيها الزغبه كما كنقول ديما، واحد التضاد بيناتهم. مهم دازت شي ايامات، قربت عاشوره، بقات ليها سيمانه تقريبا وشي شويه. الفقيه ديال الجامع كلف الدراري الكبار باش يزينوا الجامع، وسيدي محمد ما عجبوش الحال حيت الدراري الصغار قال لهم ما ديروا والو، وحيت هو عنده 6 سنين فما عاونهم في والو وما قاد والو، يعني بقى بحال هكاك ما عجبوش الحال حيت ما قاد والو، كان باغي غير يزين ويقاد مع الاخرين.
الغد ليه الفقيه غيقول للدراري الصغار انهم يجففوا ويشطبوا ومن بينهم سيدي محمد، وقال ليه لسيدي محمد انت غتكون الكابيتان ديال الفرقه، يعني انت اللي غتشرف عليهم، انت هو بحال الرئيس. وعجبوا الحال لسيدي محمد، افتخر براسو ملي رجع للدار. فاش ملي رجع للدار واخا كان عيان من داكشي اللي دار، داكشي ديال الجفاف والتصياق في المسيد، ولكن عجبوا الحال وافتخر بها قدام والديه وشجعوه لالا زبيده والسي عبد السلام. الغد ليه في الصباح ماما لالا زبيده قالت ليه ما غتمشيش للمسيد اليوم، غادي تمشي معايا نشري لك الحوايج بالمناسبه ديال عاشوره. ففرح وطلع للسطح كيتسنى وقتها تمو توجد راسها باش يمشيو، وبقات يحلام ويسرح في الاحلام ديالو والتخيلات ديالو يعني، وبقى تما كيلعب. امو كتعيط 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 وهو كاع ما جاوبها، فتقلقات عليه ومن بعد مساو. الشوافة مولات الدار عيطت لالا زبيدة وقالت ليها غدا جيبي ليا معك واحد التوب. لالا زبيدة مشات، يعني مشات هي ولدها سيدي محمد. وفي الطريق تلاقات لالا عيشة، عقلين على لالا عيشة صاحبتها وجارتها القديمة، فقالت ليها الحمد لله مولاي العربي العلاوي راه وقف على رجليه ورجع يخدم من جديد. فرحات ليها لالا زبيدة وصافي مشات، يعني صافي سدات مع الموضوع ومشات. وصلوا للقيصرية سيدي محمد بقى غير كيشوف دوك التواب ودوك الالوان ديال التواب، فعجبوه بزاف. شويه وصلوا لواحد المحل وشرات ليه ماماه واحد التوب. بقات كتاوى، بقى كيعاود لنا على كيفاش كتاوى مع داك مول المحل انه يرخص ليها. بقات كتاوى كتشطر معاه، فخلاه ليها بالثمن اللي هي كانت بغات. ملي شرات ليه داك الشيء رجعوا في حالهم ونسات التوب ديال الشوافة اللي كانت وصتها عليه، نساته. وصلوا لحدا الدار وبقى كيتشاوف هو وزينب بنت رحمة واحد الشوفات ديال ما كيتحاملوش. شوية هما يدابزوا، من بعد فرقتهم امو وعاقباته لالا زبيدة. مشى لواحد القنت وبدا كيتخايل راسو مالك وسخي بحال شي امير، بحال شي واحد يعني عنده شي مكانة عالية. عيطات له امو تغدى، من بعد عيطات له امو يتغدى ومشى كلا معاه. واخا هو ما كانش حامل ياكل، ولكن باش ما يزيدش يعصب امو مشى كلا. بقاو كيتغداو، شويه سمعوا واحد جارتهم سميتها خديجه كتغني. هاد خديجه هادي واحد المراه صغيره في العمر، زويونه في الملامح، ومزوج بها واحد البنادم شارف سميتو سيدي عثمان. هاد عثمان كوزان هذا سيدي عثمان، عنده واحد الثروه، وهاد خديجه هي اللي جمعاتو، يعني هي يدو اليمنى. مهم بقات كتغني ولالا زبيده كتغدى، وبحال يعني ما مستغربه من كيفاش كتغني هاد لالا خديجه هاد الغنه ديالها. موراها بشويه العيالات غيتلاقاو مع رحمه، قالت لهم نتوما راه ما عارفين والو على هاد خديجه مرات السي عثمان. فدارت لهم سيسبانس، دارت لهم شويه ديال التشويق، وبقاو عليها بقولي لنا قولي لنا قولي لنا شنو وقع، قولي لنا حنباك قولي لنا. فعاودت لهم في اخر المطاف، عاودت لهم قالت لهم راه الجمعه اللي فاتت هاد السي عثمان هذا خرج يمشي يشري الخضره، يعني صفطاتو مراتو لالا خديجه مشي يشري الخضره واللحم. فمشى عند القزار وتعطل حيت كانوا عنده الناس عامرين، فبقى عنده تيحشي الهضور ليه، تيقول ليه زعما باش يسربيه. واحد شويه جا حداه واحد الكلب واحد الكلب ومعاه هو معصب، فضربو خدا ليه داك الكلب البلغه وهرب بها. بقى هارب وبقى تابعو هاد عثمان هذا، بقى تابعو باش ياخذ البلغه ديالو. فرجع البلغه ديالو، من اللي رجع للسوق لقى كلشي باع ومشى فحالو، يعني مول المليح باع وراح. وهو راجع شرى واحد الورده لمراته خديجه باش زعما ينسيها في التقديه اللي وصاتو عليها باش يجيبها، ولكن هو راه عارفين البلان اللي قلت لكم شنو وقع ليه. واخا هكاك واخا جاب ليها الورده تقلقات عليه، هادشي اللي عاودت لهم رحمه فتقلقات عليه. وهذه هي القصه اللي قالت لهم رحمه، زعما شنو وقع ما بين خديجه وهاد السي عثمان في الجمعه اللي فات. دابا عاشورة قربت، العيالات بداو يشريو البنادر والتعارج. السي عبد السلام بات سيدي محمد شرى الولد واحد الزمارة وبقى كيلعب بها. فرح سيدي محمد شوية، جا عنده واحد صاحبه سميته حموصة. هاد حموصة هذا كان صاحب سيدي محمد، يعني وراسه بحال الحموصة، واحد الراس عنده مكور مدور بحال هكا وبحال الحمصة يعني، فسموا عليه حموصة، يعني راسه صغير بحال شي حمصة.
فجاء عند هذا سيدي محمد وقال ليه، قال لك الفقيه هاجي تعاوننا نركبوا التريات، دوك التريات دوك ديال الضواو هاجي عاوننا نركبوهم. مشى مع سيدي محمد وعاونهم، كانوا كلهم فرحانين وكلهم تيسربيو دغيا باش يرجعوا لدارهم، حيت داك حيت عاشورة هذه قربات، يعني كلشي باغي يرجع للدار باش يشوف داكشي اللي جاب ليه الوالد ديالو وداكشي. وفعلا قدو يساليو قبل المغرب ورجعوا قبل المغرب للدار ديالهم كلهم. فالقم مقلقة حيت طفاليهم داك الفانوس اللي كان شري ليه السيد عبد السلام، لقاها مقلقة وهذاك الفانوس سالت ليه الزيت شوية. داز جارهم من حداهم دريس العواد راجل رحمة، طلباتو قالت ليه لالا زبيدة ملي يكون راجع يجيب معاه الزيت اللي كتشعل داك الفانوس. ملي رجع السي عبد السلام من الدار ديالو من مور الخدمة، جاء عند سيدي محمد وقال ليه كان واعدك غدا غنفيقو الصباح ونمشي نشري لك اللعاب اللي بغيتي. فرح سيدي محمد وبدا كيحلام ويتخايل داكشي اللي غيشري ليه باه غدا في الصباح. فهكا بدا كيسامح كلشي اللي دار معاه خايب، حتى من زينب اللي ما تيحملهاش سامحها، وقال وطلع ليه لادرينالين وقال لهم سمحوا لي كاملين وانا سمحت لكم. مهم المسامحه وكلشي. سيدي محمد الغد ليه في الصباح فاق هو وباه، فطروا فطورهم ومشاو للسوق فدارو مزيان، وشرى ليه اللعب اللي بغى وشرى واحد الشمعه باش يصيفطوها للفقيه. ومشاو لعند الحجام السي عبد الرحمن، واحد الحجام عندهم تما كيعرفوا السي عبد السلام، مشاو عنده باش سيدي محمد يحسن، يعني حسن عنده. سيدي محمد ما كيحملش هذا الحجام هذا اللي سميتو السي عبد الرحمن، حيت من جوج حوايج ما كيحملوش، حيت عارفو غيختنو شي نهار ما غيزقل ليه تيقول ليه شوف السماء وشوف طيرو هكا، وما كانش كيحملو حيت كيهضر على الناس بالخايب بزاف، يعني كان نمام. بقى كيتسنى سيدي محمد نوبته، داك اللي كان كيحسن عنده قبل ما تجي نوبة سيدي محمد بقى شادو بالهضره وجرحوا في الحسانه. فسيدي محمد شاد في خاطره دابا وغيتسنى نوبته تجي، جات نوبته وحتى هو غادي يجرحوا الحلاق سي عبد الرحمن. المهم رجعوا للدار وسيدي محمد غياكل بالزربه وخرج يلعب مع زينب وصحابو بالبنادر وتعارج وينشطوا. ذاك النهار داز زوين عند سيدي محمد، لعب فيه دار فيه كل شيء، ورجع للدار وغسلات ليهم واحد الغسلة، حكات ليهم زيان نقاتو، وهو ما كانش كيحمل الحمام فنقاتو مزيان وغسلات ليه ونعساتو. ففيقاتو مع الثلاثة ديال الصباح الغد ليه ديال النهار دا عاشورة، ما قدش ينوض ولكن نوضاتو ونوضو حتى باه سي عبد السلام، قال ليه اليوم عاشورة فيق راه النهار زوين وغتلاقى بصحابك وغيكون نهار زوين. فلبسات ليه همو الحوايج جداد ولبس البلغه اللي كبيره عليه بنمره، شراوها ليه كبيره عليه شويه بنمره باش زعما يكبر فيها. كان عنده ما التفكير هذا ماشي غير حنا. فعطاه با 5 فرانك، مهم كندويو على ديك الوقت 5 فرانك راه شي حاجه، 5 فرانك هي ريال، هي اصلا 2 دريال كانت شي حاجه، فريال حتى هي راه شي حاجه. عطاه داك الريال مشى للمسيد. هذا النهار هذا كان منور عاشوره وكل شيء كيعرض القران وفرحان ومتحمس. عطاهم الفقيه 3 ايام عطله، اليوم سيروا تلاحوا مع راساتكم 3 ايام عطله. ورجع للدار كلا الفقيقسات والفئسات، كلا الكاطو وداه باه سي عبد السلام المولاي ادريس واحد الضريح باش يصليو. رجع سيدي محمد من الصلاه هو وباه وسمع لالا عائشه صاحبه ماماه وجارتها القديمه وماماه لالا زبيده كيتهاودوا، يعني كيهضروا بيناتهم ويتحدثوا. المهم هو جا داك الغا ممل، داك الهضره اللي بيناتهم ممله وما عندهاش قيمه، وسمع لالا عائشه قالت باللي راجلها راه ولا بخير ولا رجع يخدم وفتح محل ووقف على رجليه، ولا يعني من بعد داكشي اللي كان وقع عليه مع داك الشريك. فواحد شويه لالا عائشه بدات تقرب للودن ديال لالا زبيده وبغات تقول ليها شي حاجه، ولالا زبيده تفهمتها، يعني فهمت شنو بغات تقول، فصفطت سيدي محمد ما بغاوش يسمع، يعني لالا عائشه ما كانتش باغا سيدي محمد يسمع شنو تقول لالا زبيده، فصفطت لالا زبيده صفطت سيدي محمد الفوق السطح باش يلعب. رجع بالليل للدار وما عرفش بالضبط شنو قالت لالا عائشه لالا زبيده. مهم هاد الجو هذا اللي هما فيه كان واحد الجو سخون، كان عندهم الصهد ديك الوقيته، ومول سيدي محمد لالا زبيده كانت من ديما واحد المراه حادقه وكتخمل باش ما يجيوش البخوش والناموس وداك النمل
ولكن هذه الحرارة هذه هي اللي سببت في أن الدار يهجموا عليها البخوش، فكتر في الدار البخوش، وسيدي محمد ما حملش هذه القضية هذه. المهم جات واحد الوقيته سيدي محمد وصحابه اللي في المسيد مشاو مع الفقيه لواحد الضريح وصلوا تما. سيدي محمد عجبو الانفتاح ديال الفقيه في هذه الفتره هذه، المعامله ديالو كانت زوينه ولا ظريف مع التلاميذ وهو النيت يعني سيدي محمد. فسي عبد السلام تلاقى مع الفقيه وسولوا على سيدي محمد، قال ليه الفقيه ان شاء الله راه كيقرا مزيان، ان شاء الله يقدي ولي يقري وليداتنا، وراه كيعرض القران مزيان، يقدر يولي يعني داك الفقيه ديال المستقبلي ديال 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 داك المسيد، يعني يولي هو يقري الدراري. سيدي محمد ما كانش حامل هذا البلان هذا وما عجبوش الحال، يعني هو اصلا ما باغيش يولي يقري شي دراري ولا شي حاجه، فهو كان باغي غير يقرا باش يرضي والديه. دازت ايام وبين سيدي محمد السي عبد السلام جاتو الفكره انه يقلب من جلالب للحايك باش يزيد زعما الارباح ديالو، حيتاش الحايك كان كيتمشى اكثر من جلالب في ديك الوقت، فجاتو هذه الفكره هذه. المهم من نهار اخر سالوا الغداء ديالهم يعني كانوا كيتغداو، والسي عبد السلام قال لمراتو اليوم غادي نشري لك ستريتلات، كان واعده بواحد ستريتلات، وقال لها اليوم كان واعدك انني نشري لك ستريتلات دوك لي بيجو. فنقص سيدي محمد قال لهم ستريتلات راهم بحالهم بحال الورد، الشكل ديالهم بحال ديال الورد. فبقاو تضحكوا عليه، وسيدي محمد ما عجبوش هذا الحال، هذا ما عجبوش الحال. الحاجه اللي زعما الحاجه اللي كيديروا الناس الكبار هي الا كان شي دري صغير كيهضر بحال هكا وكان كيهضر من نيتو هما كيستهزؤوا به وكيعتبروه هضرته ساذجه. المهم هو تقلق كما قلنا، فمشى لواحد القنت وبدا كيتخايل العلاقه ما بين الورد والستريتلات، بدا تيتخايل غير مع راسو. امه كانت كتهضر مع فاطمه البزيويه ديك جارتهم اللي قبالت الدار ديالهم. فاطمه البزيويه بقات كتقول لها لاله زبيده انها يعني توافق تمشي معها يشريو ستريتلات، فمشاو مع بعضياتهم مور العصر. السي عبد السلام مشى معها وجارتها فاطمه البزيويه وسيدي محمد، فوفى لها بالوعد ومشى باش يشري لها السريتلات اللي وعدهم بها. مشاو مع واحد السمسار، يعني باه شد واحد السمسار باش يمشي معاهم ويوريهم فين يشري وشنو يشريو، ولكن هذا السمسار طلع مخ الويض، فبدا كيوضرهم يعني كيديهم ويجيبهم وكيخلوط فيهم. السي عبد السلام تعصب وضرب معاه، يعني دابز معاه هذا الصداع، وداوهم بجوج لدار القاضي، وهذا الشيء زعزع على لاله زبيده وسيدي محمد، يعني صدمهم. بقاو كيتسناو السي عبد السلام، وقتاش يرجع ما رجعش، فمشاو للدار وبقاو كيبكيو وكيتسناو يعني خافوا عليه، بقاو كيتسناو وقتاش يرجع. وواحد شويه رجع السي عبد السلام للدار وجاب معاه دوك السريتلات لمراتو اللي وعدهم بها، وصافي حل المشكل وقال لهم مالكم كتبكيو، ما تبكيوش، دار فيهم بحال هكا، قال لهم ما تبكيوش راه ما كاين والو. لاله زبيده ما حملتش هاد السريتلات، قالت لراجلها سبحان الله هاد السريتلات هادو راه قدامهم قدام النحس، يعني ما بغيتهمش انا، يعني طريقهم خايبه، غير سير بيعهم غدا. لاله زبيده كرهات هاد السريتلات يعني، وصافي صفطات راجلها يبيعهم الغد ليه. سيدي محمد جاه كابوس في الليل، يعني جاء واحد الكوشمار بسبب هاد الشيء اللي وقع. ناض الصباح فيه السخانه وقال ليه باه صافي غيبقى في الدار بلا ما تمشي للمسيد، وحتى امو قالت ليه غيبقى النهار كامل، غتبقى النهار كامل في الفراش. فجات لاله عائشه لعند لاله زبيده وعاودت ليها على شنو وقع لراجلها في السويقه على حساب دوك السريتلات يعني مع داك السمسار. وشويه لاله عائشه قالت ليها واحد الخبر، قالت ليها راه مولاي العربي العلوي داك الراجل اللي كنت انا عاونته باش يوقف على رجليه وعاونته باش يولي يرد المحل ويخدم، راه غدرني ومشى تزوج وحده اخرى يعني سمح فيا. وهذا الخبر زاد السخانه لسيدي محمد وما عجبوش الحال، فزاد ليه السخانه وزاد مرض. سيدي محمد بقى طايح في الفراش حتى الليل عاد توقد. تقلقت عليه ماماه لاله زبيده وبا عبد السلام، يعني تقلقوا عليه يعني بحال جاهم مرض مرضى خايبه، ولكن في الليل توقد شويه وفاق ليهم. السي عبد السلام كيفات لينا قلنا انه كان قرر يولي يبيع الحايك بلاصه الجلالب، يعني داك الحايك كيتمشى دونك هو قرر انه يقلبها حايك باش يربح شويه الفلوس ونيت يكون راسه مزيان. فعلا مشى للسوق واحد النهار باع كل شيء
ديك السلعة ديال الحي كلها تبعت ليه وخذ الفلوس، ولكن وهو راجع من في الطريق ديالو للدار طاحوا ليه الفلوس، الفلوس كاملين ديال الحايك والفضل وباش غيخلص الخدام وش الحوايج. السي عبد السلام تحنسر وما عنده كيدير يرد الفلوس، فقرر انه يمشي للباديه باش يخدم ويجمع شويه الفليسات. قال لمراته علمها، قال لها شوفي انا غنمشي للباديه غنجمع شويه الفليسات نكون راسي ونرجع ان شاء الله. وهذا الشيء اللي دار. وصل واحد الصباح السي عبد السلام كيطا لا كونفرساسيون من الدار، فمشى وسيدي محمد حس بالوحده من اللي باه مشى، وواحد الفراغ جاه، يعني واحد الفراغ عاطفي وواحد الفراغ في الدار. واحد شويه جات عندهم فاطمه البزيويه ديك اللي ساكنه جارتهم قبالتهم باش تعطيه واحد المشروب، حيت سيدي محمد كان باقي شويه مريض، فعطاته واحد المشروب باش يبريه، ومشروب كيكون فيه الزعتر والكمون، المهم ديك خلطه ديال العيالات ملي كيبغيو يبريو شي بنادم، فعطاته ليه وبزز باش شربو حيت ما ضاقو كان في شكل، وحنا ديما ما تنشربوش داكشي تيكون مر ولا، ولكن في الاخر راه شربو، يعني شربو باش يبرى. سيدي محمد تكى وماماه قالت ليه شوف ابقى متكي انا غنمشي عند خالته عيشه ديك اللي كانت تجارتهم قديمه نشوف كي بقات من داكشي اللي دار لها راجلها. المهم مشات وهو جاه الملل وشد ديك الطاسه لا بواطا ميغفي وبقى عايش عاوتاني في العالم ديالو، ولكن هاد المره ما حش بديك الحلاوه ديك النشوه، يعني داك الخيال الزوين وانه امير وسخي وهادي ما حش بديك، بحال الا فقدوا القيمه ديالهم دوك الحوايج اللي في الطاسه، حيت هادشي علاش، حيت باه كان مشى دونك فقدات ديك الطاسه القيمه ديالها، ديك دوك الحوايج اللي كيتخايل. رجعت امو وديك الليله جاه الأرق ما جاش النعاس، بقى كيتحرك ويتقلب يتقلب حتى نعس آخر المطاف نعس. في الصباح ديال الغد ليه نوضات أمه وقالت ليه غنصاوب الحبيبي لوملات اللي كيبغي، حيت سيدي محمد كان عزيز عليه واحد لوملات كانت كتصاوب أمه، وخرجاته قالت ليه غنخرجك للضريح نطلبوا الوالي باش سيدي محمد يبرع. فطروا ومشاو للضريح ومن بعد دازوا عند لالا عيشة، العيالات بقاو كيدويو لالا زبيدة وعيشة لالا عيشة، فبقاو تيدويو بحال هكا تيتحتتو، وخرجوا يمشيو عند واحد الشواف سميتو سيدي العرافي، قرروا يمشيو عنده يشوفوا هاد الأحزان والمصايب اللي طاحت عليهم على ريوسهم منين جات ومن هنيت تشوف لالا عيشة كيفاش ترد راجلها. وصلوا للدار ديالو هاد سيد العرافي، وصلهم واحد الدري صغير ودخلوا لعندو. سيدي محمد بقى كيشوف ويحقق وهو كيشوف ديك الطاسه اللي كيستعملها الشواف، دونك هاد السيد العرافي هذا الشواف عنده واحد الطاسه جات لسيدي محمد بحال لابواط اميغفي، هاد الطاسه كيكون فيها البيض الزاج شي حاجه بحال هكا، يعني الانسان تيبقى يقلب اللي جات فيه، يعني جا فيه الزاج غيقول ليه شنو عندك، جا فيه هادي يقول ليه شنو عندك، داكشي بحال ديال الكارطه ها قلبيها تخماميها باش ياتيني الله وكتعزل. وكما قلنا سيدي محمد فكراتو هاد الطاسه هادي في لابواط اميغفي. المهم سيد العرافي شير سيدي محمد هو الاول، قال ليه هز من ديك الطاسه، سيدي محمد هز واحد الكره ديال الزاج، كره ديال الزاج صغيره، وقال ليه سيد العرافي ملي تحس بالوحده والملل ارجع للداخل ديالك وقوي راسك براسك. سالت نوبه سيدي محمد، جات النوبه ديال لالا عيشه، هزات لالا عيشه واحد الكوكياجه، يعني بقات كتعز هزات واحد الكوكياجه وعطاتها له، وقال ليها سيد العرافي هذا الشيء غيفوت وغيرجع كل شيء زوين، راه كل شيء غيتقاد وكل شيء غيولي بخير. وجات النوبه ديال مات سيدي محمد لالا زبيده وهزات واحد الجوهره ديك الالماسه بحال الالماسه هي، فعطاتها له يشوفها وقال ليها خاصك تبقاي تزوري الاضرحه والاولياء الله الصالحين. وخرجوا من عند الشواف، صافي قال لهم داك الشيء، خرجوا من عند الشواف هاد السيد العرافي، بقاو غاديين وسيدي محمد كيلعب ويضرب في رجليه وفرحان. واحد شويه مشى مورا ماماه تخبى هكاك فجأة، فسولته علاش تخبيتي، علاش جيتي مورا الحيك ديالي، قال لها الفقيه راه شفتو دايز من هنا، فإلا شافوا الفقيه دابا سيدي محمد تخلع، إلا شافوا الفقيه يقول لي كيفاش انت مريض وخارج. قالت ليه امو يعني زبيده، قالت ليه هانيه انا نقول ليه غير خرجتك نشوف لك شي دواء ونشوفك كيفاش تبرا وترجع للمسيد، فقال لي راكي ما عارفه والو الوالده.
راه هانية يقول لك هانية، ولكن ملي نمشي عنده ديك الساعة غيوريني هانية كيفاش دايرة. المهم بقاو غاديين شوية وسيدي محمد غيشوف الرمان كيتباع. سيدي محمد بقى تيبكي، ولكن ماما ما بغاتش تاخذ ليه الرمان وقالت ليه راه مازال ما طايب، راه داك الرمان باقي ما طاب، دونك غيضرك في كرشك. رجعت للدار ولالا زبيدة قالت لجيرانها باللي مشات للأضريحة، ولكن ما قالت ليهمش باللي مشات عند السيد العرافي داك الشواف، باش يعني ما علاش هي قالت هادشي هذا، حيت هي اصلا ساكنه الشوافه وما جات الشوافه اللي ساكنه عندها انها تقول لها راه مشيت عند شواف وانت حدايا وانا ما مشيتيش عندي، دونك خافت لي نوض شي يعني تقلق عليها ديك الشوافه اللي سميتها خالتو كنزة، وكتمات نيت باش الامور تقضى، يعني داكشي يجيب مفعول. هادشي علاش كتمات لالا زبيده لجيرانها باللي مشات هي ولالا عائشه لسيد العرافي. داز نهار لالا زبيده شدات ولدها سيدي محمد قالت ليه ما غتبقاش تمشي للمسيد حيتاش بغيتك تواسيني وتبقى مونسني وباش ما تحسش بالوحده، فراجلها راه ما كاينش يعني ما خص ما تحسش بالوحده، دونك قالت ليه غتبقى معايا ما غتمشيش للمسيد. وبقاو كل سيمانه كيمشيو لاي ضريح، ففاس معروفه بالاضريحه واولياء الله الصالحين، مدينه زوينه باولياء الله الصالحين. دازت ايام، واحد النهار دق واحد الراجل في الدار ديال لالا زبيده، تخلعات يعني قالت اوه شكون هذا، ياك ماشي واحد كيتصل راجلي ونصدقوا في شي. المهم في الاول تخلعات، ولكن في التالي حلات ولقاته مرسول من عند راجلها سيدي عبد السلام، وقال لها راجلك راه بخير وراه صافت لك معايا هاد التقديه هادي. مهم صافت ليها الزيت البلديه الفلوس و12 البيضه والزبده، وفرحات لالا زبيده بهاد هادشي اللي صافت ليها راجلها. حياه بسيطه وزوينه. المهم لالا زبيده بارطاجات هاد 6 البيضات، هو عطاها 12 البيضه يعني صافت مع 12 البيضه، بارطاجات 6 البيضات مع جيرانها وبقاو عندها 6 البيضات. وواحد شويه جات لالا عائشه النيت، جات في هذا الوقت المناسب فين جا هذا الشيء هذا، ولالا زبيده طيبات ذاك البيض وكلاوه وارتاح، يعني كلاوه وتصنطوا لعظامهم. لالا عائشه عرضت على لالا زبيده الغد ليه باش تمشي عندها. لالا زبيده قالت لها علاش، قالت لها لالا عائشه مفاجاه. مهم مشاو الغد ليه، شوفوا هذه المفاجاه هذه كي دايره، ولقاو لالا عائشه كتجري على الدبان. قام دابزه مع الدبان، فصوبت لهم لالا عائشه اتاي وبقاو كيهضروا هكا حديث ديال العيالات. لالا عائشه ولالا زبيده جالسين تتحتتوا. وشويه جات عندهم سلامه، واحد المراه كتزوج الناس هذيك الوقيته في فاس، وباقي حتى لدابا كاينين عيالات اللي كيتوسطوا، يعني كتكون وسيط ما بين راجل ومراه يعني تتزوج بيناتهم. فهاد سلامه هذه جات عندهم وقالت لالا عائشه انا كنتاسف وانا كنعتذر حيت لقيت ما بين مولاي العربي العلوي راجل لالا عائشه في السابق وبنت الحلاق، يعني ديك بنت الحلاق مراته الثانيه، وقالت لها راه غيطلقوا ما فيهاش، حيت بنت الحلاق مفشه بزاف ومولاي العربي العلوي حكى لهاد سلامه هادي باللي راه مضرور مع مراته الثانيه. في ظل هاد الهضره ديال العيالات سيدي محمد جاه بيبي وقال لماما نمشي ندير بيبي وصافي. قالت ليه اوكي كونفيرمات، وملي مشى دار بيبي نسى الباب ديال الطواليط محلول، فناضت واحد الجاره كتغوت وقالت ليه انت غير ضيف ودرتي هكا، وقال لها وانا جيت عند لالا عائشه انايا ماشي عندك. قالت ليه غنقطع لك ودنيك وهادي، فبقى تيبكي وخرجوا الناس حتى لالا عائشه ولالا زبيده، ودبزت مع لالا عائشه وحتى لالا زبيده قالت لي علاش تدوي مع الوالد واش قدك، ولكن تدخلت سلامه وقالت لهم هذا راه دري صغير يعني ما تكبروش الموضوع ما ديروش من الحبه قبه، وعطات لسيدي محمد واحد الحليوه بحال هكا باش يتهدن وما يبكيش يحبس البكا، ورجع كلشي لدارو. وهاد سلامه رجعت كملت الحديث ديالها مع لالا زبيده ولالا عائشه، فقالت لهم راه محناه وكتطلب ليه الحاجه الغاليه ديما ومضرور معاها حيت هي صغيره وحمقه شويه ومفششه بزايد يعني مفششه بزاف، وما كطيبش الغدا حتى تفيق لشي وقيته وكتفيق مع الطلا، دونك هاد السلامه هادي كتاكد لهم باللي غادي يطلقوا ما فيهاش. فشويه جات واحد الجاره سميتها زهور
طلبات شويه ديال اتاي لاله عائشه، بغات تطلب هكا لاله عائشه وما خلاوهاش تمشي، فبقاو عليها خاصك تبقاي معنا بقاي معنا، وجلست حتى هي تتسمع لهاد السلامه هادي. فهاد الزهور هادي حتى هي مشات مع سلامه في الهضره وكونفيرمات الهضره ديالها، فاكدات قالت لها باللي راه غيطلقوا وصافي، راه هادشي باين باللي كيمجد باللي غيطلقوا. وشويه بداو العيالات كيهضروا على العائله كامله ديال هاد مرات العربي العلوي الثانيه، يعني هاد بنت الحلاق هادي، وتيدوي على الحلاق يدوي على ولاو تيهضروا عليهم بحال هكا، تينمموا فيهم بالخايب. سيدي محمد في هاد الاثناء هادي جاتو واحد الفكره اللي من الصغر كان باغي يديرها، وهي انه فكر يكتب اغنيه على ملي كيرجعوا لي كوبل لبعضياتهم. ملي كان صغير هو كان باغي يكتب اغنيه، ومن الصغر عنده هاد الفكره هادي، وحيت هو مبهور بالانوثه ديال هاد الزهور هادي اللي جات تطلب اتاي، فبغى يدخلها في الاغنيه، بغى يدخل سميتها سميت زهور في الاغنيه حيت عجباتو الانوثه ديالها ورقت ليه. دازت الايام وسيدي محمد خرج حدا الدار كيسمع البنات والدراري كيغنيو. واحد شويه بان واحد صاحبه في المسيد سميتو علال اليعقوبي، فهاد صاحبه هذا في المسيد جا من عند الفقيه باش يقول ليه باللي راه خصك ترجع وفينك راك غبرتي. فمشى كيهرب سيدي محمد باش ما يشوفوش راه جالس في الدار صحيح في صحيحتي تصنت البنات والدراري تيغنيو. دق في الباب ديال الدار، جاوبته امو لالا زبيده وقالت ليه راه باقي مريض يعني ما يقدش يمشي للمسيد، وصافي عوج بحالاته. مشات مع الصبا تقلب على سيدي محمد. شويه جات زينب كتلهت كتجري وقالت لالا زبيده بلي راه السي عبد السلام راجل لالا زبيده راه شافته زينب في السوق. شويه فعلا سي عبد السلام دق في الباب وهو اللي جا، يعني راه فعلا الهضره ديال زينب راه صحيحه. فجا وجاب معاه الدجاج والبيض والزبده وداكشي اللي كيكون في الباديه، وكلهم فرحوا ليه، سيدي محمد لاله زبيده الجيران كلشي فرح ليه. وجا دريس العواد، دريس العواد راجل لاله رحمه امه زينب، وسلم عليه وعرض عليه يشربوا شويه د اتاي، وقال ليه راه مولاي العربي العلوي حتى هو طلق مراتو الثانيه، مهم راه دو توت فاسون غيرجع لمراتو الاولى اللي هي لاله عائشه، يعني ولات الفرحه فرحتين. المهم القصه فيها نهايه سعيده، وجا داك الشيء زوين بزاف، يعني الرجوع ديال سي عبد السلام للدار، ومولاي العربي العلوي طلق مراته الثانيه، ويعني في اخر المطاف غيرجع لمراته الاولى. فمشى سيدي محمد بهاد الفرحه هادي جبد لابواط امير فاي، وتخيل دوك الشخصيات وتخيل راسو امير، رجعت ليه ديك الحلاوه اللي كان فقدها من اللي مشى باه من الدار، وبقى كيتخيل راسو امير وداكشي اللي كان كيتخيلو ديما، ديك حالته الزوينه اللي كان كيتخيلها ملي يكون في لابواط امير فاي، يعني يكون شاد لابواط امير فاي. هنا كتسالي القصه ديال لابواط امير فاي. شكرا بزاف على الاستماع ديالكم، شكرا بزاف على التقبل ديالكم لهاد القناه ولهاد الفيديوهات، وكنبغيكم من القلب والله الا كنبغيكم من القلب، ونتلاقاو في حاجه اخرى ان شاء الله. الى اللقاء.
المهم أنتيغون واحد البنت باها كان هو الحاكم ديال واحد الدولة. باها مات يعني أجيه الموت وغيموت، خلى الحكم لجوج ديال ولادو، عام يحكم فيه خوه الأول وعام يحكم فيه خوه الثاني اللي هو بولينيس. العام الأول حكم خو بولينيس يعني الأخ ديال بولينيس. العام الأول فاش حكم خو بولينيس، بولينيس غتجيه الغيرة يعني غينوض صداع، غينوض ما بين هاد الخوت هادو على الحكم. بولينيس غيتآمر على خوه باش يقتلو، وفي الاخر غيموتو بجوج. غيجي من هنا خالهم يلقاها وجيبة حاضرة، غادي يستغل الفرصة وغيعين راسو حاكم لديك الدولة، فغيستولى على الحكم، غيستولى على كل شيء، كاع السلطات ديال الدولة. بولينيس ما غيدفنوش، غيخليه كجثة مرمية حتى واحد ما يديها فيها، حتى تولي ريحتها خايبة. أما خوه الآخر اللي كان شد الحكم غادي يدفنو واحد دفنة نقية زوينة، ويتهلا فيه ويزين صورته للشعب ديال ديك الدولة. فبولينيس خو أنتيغون الثاني خلاه هاد كخيون الخال ديال أنتيغون اللي جا استولى على الحكم، خلاه كجثة يعني ما مدفوناش، باش الناس يشموا ريحتها ويعرفوا اللي خان شنو كيكون المصير ديالو. فإلا خانوا الحاكم اللي هو كخيون خال أنتيغون وخال بولينيس، شنو غيكون المصير ديالهم من بعد هاد الخيانة؟ فهاد الشيء علاش خلاه جثة بحال هكا. هادي كانت كمقدمة باش تفهموا الفيلم كيف داير. فأنتيغون جوج خوتها ماتوا، واحد تدفن ومات يعني متزوينة، يعني تدفن واحد الدفين اللي زوين والناس خداو عليه صورة زوينة، ولكن خوها بولينيس الآخر يعني بقات جثة ديالو مرمية. أنتيغون خوها بولينيس بغات تدفنو، جاتها الحرقة عليه. فواحد النهار فاقت لانوغيس، لانوغيس هي الخدامة ديال أنتيغون، فاقت بالليل وشافت أنتيغون داخلة بلا حس، هزة الصباط ديالها وكتمشى على الصبع ديال رجليها باش ما تديرش الحس. سولتها قالت لها فين كنتي، قالت لها أنتيغون راني خرجت نشم الهواء في القرية وندور ونسرح رجلاتي ونرجع. فلانوغيس بدات لونكيت، بدات كتسولها على كيفاش خرجتي، لا ما يمكنش يكون هذا الوقت هذا كامل كنتي كدوري فيه وتشمي الهواء وزيدون مشيت للفراش ديالك لقيتو بارد، دونك الليل كامل كنتي خارجة، مع من كنتي، فين مشيتي؟ أنتيغون دابا هنايا غتحصل وغتقول لها كان عندي رونديفو. لا نوغيس الخدامة قالت لها انت مخطوبة، كيف زعما هاد الرونديفو مع من؟ انت مخطوبة من ايمون، ايمون هو ولد كخيون الحاكم اللي جا استولى على ديك استولى على الحكم، ولا هو الحاكم ديال ديك الدولة، ولد خال أنتيغون. فكما كنعرفو كخيون دابا هو خال أنتيغون، ولدو يعني هو الخطيب ديال أنتيغون اللي سميتو إيمون. أنتيغون كانت كتقصد أنها مشات تدفن خوها، ماشي شي رونديفو مع شي واحد تمشي تهضر معاه ولا شي حاجة، فهي كانت كتقصد بولينيس أنها مشات تدفنو. فبالزربة نكرات باش ما تعيقش بها لانوغيس، فنكرات باللي كان عندها رونديفو، قالت ليها لا ما يمكنش، ما يمكنش أنني ندير رونديفو، أنا راه كنبغي إيمون وما يمكن ليش نخون إيمون. فقالت لها سيري جيبي لي ما ناكل، جيبي لي القهوه وشي حاجه ناكلها. هذا الشيء قالته أنتيغون للخدامه باش تنسيها في هذا الموضوع هذا. غتمشي لانوغيس الخدامه ديال أنتيغون، غتمشي وغتدخل إسمان. شكون هي إسمان؟ إسمان هي الاخت ديال أنتيغون. فدخلات قالت لها حتى انا ما جانيش النعاس وفقت بكري، ما قديتش نصبر وبقيت هي كنفكر. أنتيغون كانت قالت من قبل لختها إسمان، هاد إسمان هادي اللي دخلت عليها، قالت لها واخا نمشيو ندفنو خونا بولينيس، راه بقى بحال هكا كل جثة مرمية شنو غنديرو، راه خونا هذاك. إسمان رفضات، قالت لها الا حصلونا راه غنمشيو فيها، خالنا كخيو راه ما غاديش يتفك معنا حتى يقتلنا، حيت هاد الشيء راه كيشوه بالسمعه ديالو والناس ديال ديك الدوله ما غيبقاوش يحترموه. ولكن أنتيغون بقات مصره باش تدفن خوها بولينيس. كخيون كان عطى الامر باش حتى واحد ما يقرب لبولينيس، يعني قال لهم خليوه هكاك حتى يخناز ويكون عبره لاي واحد غيفكر يعني يدير شي حاجه بحال هكا انه يخون الحاكم اللي هو كخيون. فدابا إسمان
كتحاول أنها تقنع أختها أنتيغون باش تخلى على هاد الفكرة الحمقى شوية أنها تدفن خوها بولينيس، الحاجة اللي ما بغيهاش خالها اللي هو الحاكم ديال ديك الدولة. أنتيغون اللي فراسها فراسها غتقول لأختها، غتطلب من أختها إسمان أنها تمشي تنعس. قالت لها صافي غير سيري نعسي، أنا راه اللي فراسي غنديرو. هنا غتمشي اختها وغتدخل الخدامه لا نوغيس. دخلات الخدامه جايبه ليها القهوه والكيكات، جابتهم ليها باش تفطر زعما. أنتيغون مع شافت خوها ولات يعني كتشوفو باش تدفنو خوها بولينيس اللي ميت، عرفتي بحال فيها بوصفير. فسولاتها لا نوغيس قالت ليها مالكي ياك ما مريضه، شفتك وجهك مبدل بزاف، ياك ما وقعت شي حاجه ولا عندك شي حاجه. أنتيغون قالت ليها لا ما كاين والو، شوفي الكلبة ديالي سميتها دوس، مهم دوس هي الكلبة ديال أنتيغون. قالت ليها تهلاي فيها وكليها وشربيها ديريها بحال لا شي وحدة عزيزة عليك. بحال هنايا أنتيغون كتودع لانوغيس، فقالت ليها دوس الكلبة ديالي عزيزة عليا، عندك تنسايها وما تهلايش فيها. لانوغيس الخدامة غتخرج دابا، سالت الهضرة مع أنتيغون. غيدخل دابا شكون؟ الخطيب ديال أنتيغون إيمون ولد خالها والخطيب ديالها في نفس الوقت. فطلبت منه السماحة حيت أنتيغون نهار قبل كانوا تخاصموا، يعني إيمون أنتيغون كانوا تخاصموا، واعترفت ليه باللي هي اللي غلطات. قالت ليه إلا كنتي كتبغيني بالصح سمعني حتى الاخر وخرج وسد الباب. قال ليها واخا أنا موافق. قالت ليه عارفك كتبغيني، خليتي البنات الزوينات في ديك الحفلة اللي كانوا كيشطحوا وجيتي عندي، أنا كنت غير جالسة وطلبتي مني الزواج، وكنت كنشوف باللي غادي نعيشوا حياة زوينة، غنعيشوا واحد الحياة اللي تكون زوينة مع بعضنا ونديروا الأولاد. ولكن البارح مكييت وتزينت ليك ودرت الريحة زوينة ولبست زوين، وفي الأخر درتي ديك ردة الفعل في شكل شفتيني وانت تفاجئ بحليلة تبدلت عليك ولا تسيفت، من الأحسن نتفارقوا. أنتيغون بطبيعة الحال هنايا غير دارت هاد الحيلة هادي باش يعني هي راه عارفة راسها إلا دفنات خوها بولينيس غادي يعيقوا بها وغادي تعدم، داكشي علاش دارت هاد الحيلة باش تخلي ولد خالها اللي هو الخطيب ديالها يتفارق معاها وينساها وصافي، يعني تسالي القضية وما يفكرش فيها من بعد. خرج إيمون، دخلات إسمين اللي هي اختها، دخلات وقالت ليها عاوتاني نفس الموضوع، لاش باغا تفارقي؟ لاش باغا تفارقي مع ايمون؟ ياك ما داير لك شي حاجه، لاش دايره اصلا هاد الخصايل هادي كامله؟ عندك يترمي راسك للعافيه اختي وتعدمي وتجيبيها غير في راسك. أنتيغون ديجا في ديك الليله بدات كتدفن خوها، بدات كترمي عليه شويه ديال التراب. غندوزو دابا للزاوية ديال كخيون. شنو وقع؟ كخيون خال أنتيغون الحاكم ديال البلاد جا عندو واحد الغارديان الحارس اللي كان حاضي داك بولينيس خو أنتيغون، غيقول ليه انا راه غلط ولكن ماشي دنبي، غير جات فيا الصدفة والله ما عرفت كيفاش، ما فهمتش انا هادشي منين طاح عليا، انا راه غير جاتني هادي صدفة ما فهمت والو. يعني بدا تيخور عليه تيقول شي هضره في شكل. كخيون قال ليه وما فهمت والو، وقول يا صاحبي شنو كاين، غير قول غير قول شنو كاين. واخا هكاك الحارس بقى تيدخل ويخرج في الهضره كيويل، والله ما قصدت غير جات في نوبتي، والله ما قصدت والله ما قصدت. حتى دازت واحد شويه هو يقول لي نيت داكشي اللي كاين. قال لي راه بولينيس شي واحد رمى عليه شويه ديال التراب. خيون قال لي قد يكون شي كلب ولا شي حيوان هو اللي رمى عليه، يعني هو اللي يكون جر التراب برجليه ورمى عليه. الحارس قال لي الحارس لا نعمس، هذا راه شي واحد اللي رمى عليه التراب، راه لقينا واحد البلاص غير حدا بولينيس، وهذا دليل قاطع ان شي دري صغير اللي رمى عليه التراب. فهما ما كانوش عارفين باللي راه أنتيغون اللي دارتها. كخيون دابا غيتوتر، يدخلوا شويه ديال الصهد وبدا يعني كيهدئ الامور. قال لهم الا بغيتو، الا بغيتي انت الحراس صحابك اللي كانوا كيحضيو معاك تمشيو بعضامكم صحاح ما تعدموا ما والو، فعندك يوصل هاد الخبار هادي، ما بغيتوش يوصل لشي واحد في الشعب، ما بغيتش يوصل هاد الخبار هادي تشيع يعني تنتشر في البلاد. وقال ليهم عندك شي واحد يجي في النوبة ديالكم لا يمشي يعرف باللي راه بولينيس تلاح عليه شوية ديال التراب
وهذا الشيء راه شي واحد اللي كيحاول انه يدفن بولينيس، وانا راه عطيت الاوردر باش حتى واحد ما يقرب البولينيس وباش يعرفوني راني شديد، يعني حتى واحد ما كيتحدى الاوامر ديالي. خيو هنايا كيأكد عليهم، قال لهم نتوما ما تخليو حتى شي واحد يشد العصا موراكم اوكي. قالوا ليه حاضر نعمس. دازت واحد النهار، الحراس شدو شكون كيرمي التراب على بولينيس، شدو أنتيغون، جايبينها الحاكم اللي هو كخيون، جايبينها لخالها ويدها مسكينة مسخة بالتراب. دوك الحراس غيقولوا ما شديناهاش في الليل، ولكن رجعت في النهار وفي الضوء وما زال كدفن. هادي اش باغا؟ واخا شفناها ما حاولت لا تهرب، ما حاولت تمشي حتى شي بلاصة، بل بدات كتزرب دفن خوها بولينيس. الحراس كيعاودوا فرحانين بهذه الحاجه بحال داروا شي انجاز تاريخي. فهنايا غنكونوا سالينا هذا الجزء الاول، غنكمل لكم الجزء الثاني وربما يكون الجزء الثالث باش نفهموا هذه القصه هذه اللي زوينه بزاف، واخا هي تراجيديا واحد شويه حزينه. شكرا بزاف على الاستماع ديالكم، كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الجزء. الى اللقاء. الاب ديال أنتيغون وبولينيس هو أوديب. بالنسبة لأخ بولينيس اللي كانت أمر عليه بولينيس باش يقتلو ويديلي الحكم هو أوتيوكل، والبلاد اللي وقع فيها هادشي كامل في الأصل واللي الحاكم ديالها دابا هو كخيون هي مدينة طيبة تاب. كخيون تصدم اللي دخلوها ليه، لقاها بنت اختو اللي تشدات، ماشي شي واحد آخر اللي كان كيظن ولا شي دري صغير، فلقاها هي اللي كانت كتدفن في بولينيس وكترمي عليه التراب. الحارس غيقول ليه، يعني غيزيد يرمي ليه الحامض على الجرحة، راه حاولات تدفنو مرة أخرى واخا شافوها ما هرباتش، بقات كتدفن فيه ما أمكن حتى تساليه كامل. هادشي اللي شفناها دارت واخا ما شديناهاش في المرة الأولى، عاودت رجعت في المرة الثانية وبقات كتدفن فيه. أنتيغون ما غتنكرش وغتقول ليه هادشي اللي كيقول الحارس هو الحقيقة، يعني افتخرة بهادشي اللي دارت، ما عارفاش باللي راه خالها شاعلة فيه العافية من الداخل. كخيون دابا غيقول للحراس سيروا تخباو، ما بغيت حتى شي واحد يشوفكم حتى نجيو نقول لكم شنو غديروا. غيمشيو الحراس، غيبقى كخيون مع أنتيغون الراس في الراس. غيقول ليها كخيون طلعي لبيتك وديري ان حتى شي حاجه ما وقعت من هذا الشيء، والحراس انا غنتكلف بهم، غير انتي نسي هاد الدفين ونسي بلي درتي هاد الشيء ونسي كل شيء. أنتيغون باش تلبدها دابا وتطلع لبيتها، لا هي واخا سمعات هضرتو بغات ترجع باش تدفن خوها. كخيون شاف فيها قال لها اش باغا ديري، واش انتي حماقيتي ولا مالك؟ قالت ليه والو انا غنتفن خويا، خويا هو اللي خصني ندفنو وما غتبدلش ليا الراي ديالي، ما عرفت شنو يوقع، خويا مصر انني خصني ندفنو. كخيون ديجا شاعلة فيه العافيه من هادشي اللي وقع وكيبرد، ولكن دابا بغى يقنعها بشي حجاج من باش ما تدفنش خوها بولينيس. فقال ليها باللي هادشي اللي باغا ديريه ما عنده حتى قيمه، سوا بولينيس تدفن ولا ما تدفنش كيف كيف، بغى زعما يقلل من داكشي اللي كانت باغا دير، ديك الفكره اللي كانت باغا دير بغى يقلل من القيمه ديالها. قالت ليه لا انا حره، عندي الحريه ندفن خويا، انت الحاكم ديال البلاد ما تقدش تدفنو حيتاش غتخاف لي يخونوك ولا يديروا عليك انقلاب، انا غير مواطنه حره ممكن ندفنو، ممكن ليا انني ندفنو بكل حريه. كخيون غيقول لها اخوك بولينيس تمرد على اخوه ونقالب عليه وتقتلو بجوج. قال ليها انا ما بغيتش بولينيس يبقى مرمي جيفه بحال هكاك، ولكن هادشي باش يتعلموا الناس درس منه ويخافوا انهم يخونوا الحاكم اللي هو انا. أنتيغون كيدخل ليها داكشي في ودن وكيخرج من ودن، يعني الهضره ديال كخيون ماشي في بالها دابا، غيعطيها واحد الحجه اللي غتخليها تقريبا انها صافي تنسد فين. غيقول ليها بلي خوتو بجوج، يعني بولينيس وأوتيوكل راه كانوا دايرين صداع لباهم، فاش كان كيحكم كانوا هما قباح، يعني كانوا كيحاولوا يديروا عليه انقلاب وكانوا خوانا بجوج، يعني خوانا بجوج للدوله في الاصل. غيقول ليها ما تستحقيش تعدمي على ود جوج خوت كانوا مسطين، يعني كانوا خوانا ومسطين وباغين ينقلبوا على باهم وكانوا بحال هكا. فأنتيغون هنايا بحال اقتنعت، يعني اقتنعت تماما، كانت طالعه لبيتها ولكن توقع واحد اللعبه اخرى.
أنتيغون اقتنعت باش ما تدفنش خوها، وافقات وطلعت لبيتها. وهي طالعة لبيتها كخيون غيقول لها واحد الحاجة اللي غترجعها للفكرة ديال الدفن، يعني أنها تدفن خوها بولينيس. غادي يدير خطأ كبير اللي قلب القصة رأسا على عقب. فقال لها تخيلي الحياة مع ولدي إيمون، الحياة الزوينة اللي كتسناك وانتوما عايشين وفرحانين، وداك الجو الزوين والرومانسي. غير قال ليها هاد الشي بحال الا حك ليها على الجرحة، يعني هي في موضوع وهو تيدوي في موضوع. فهي بحال تقلقات ورجعت الفكرة ديالها. تما أنتيغون زادت اكدات ليها يعني ديك الفكرة ديال دفن خوها، خدات القرار فورا انها تمشي دفن خوها بولينيس. هياك خيو ما يردها انها تراجع على الفكرة ديال دفن خوها. فهنايا غتبعها اختها اسمان كتجري، قالت لها انا معاك اختي، يعني احنا بجوجنا خصنا ندفنو خونا بولينيس. اسمان كانت كتصنت عليهم، يعني كانت كتسمعهم شنو تيقولوا. فدخلت قالت ليها اه اختي غندفنو خونا بولينيس، هذا الواجب ديالنا. أنتيغون غتقول لك خيو شفتي ها وحده تبعاتني، غدا الشعب كله غيتبعني ويوقع انقلاب. سربي عدمني قبل ما يوقع هاد الشي كامل، يعني ما يوقع حتى شي حاجه من هاد الشي. فهنا ياك خيو غي يبقى يصبر فيها ويقول لها لا تراجع على الفكره، تراجع على الفكره، ما خصك تفني خوك، علاش غيوقع هاد الشي كامل. هي بدات عاوتاني تضرب ليه على الوتر الحساس، كتقول ليه ومناش خايف، واش انت خايف لهاد الدرجه؟ كيفاش انت داير هكا وانت الحاكم ديال البلاد؟ كون راجل، انت ماشي راجل دابا، عدمني مالك خايف. ف في الاخر كخيون وصل، يعني وصل السيل الزبا غي امر الحراس يجيو يديوها. شويه غيجي داك ايمون، ايمون الخطيب ديالها، غيقول ليه راه خطيبتي هذيك شنو باغي دير نتايا؟ باغي تقتل ليا خطيبتي؟ باغي تقتل البنت الخطيبه ديال ولدك، يعني البنت اللي كيبغي ولدك؟ كخيون والو، قال ليه ضروري خصها تعدم. هنا ايمون حتى هو غادي يخرج كيغوت بحال شي حمق. ايمون غادي يتصطى بسبب هادشي، غادي يمشي لواحد البلاصة ويتسنى أنتيغون فين غيديوها الحراس. أنتيغون دابا اداوها الحراس، خلاوها مع واحد الحارس على ما يجي الامر باش يمشيو يعدموها. داك الحارس واحد الحارس اللي بسيكوبات شوية، يعني دار بالدنيا بركلة. السيدة غادي تعدم وهو تيعاود ليها على مشاكله في الخدمة، وأنه مهمش في الجيش وما كيعملوهمش مزيان، والحياة ديالو في الخدمة ما عجباش، وكيشكي على وحدة اللي غادي تعدم. يعني بحال إلا هي الإعدام عادي، غتموت غير بالضحك، ما غتموتش يعني غادي تعدم وصافي. فأنا ما كنحملش التصرف. أوكي، المهم قال لي بلي غتدفن حية، قال لي الاعدام ديالك هو انك غتعدمي حيه، غيتطبق عليك هكا تكوني معدومه حيه. أنتيغون غتطلب منه يعطيها ورقه باش. أنتيغون قبال كانت كتامل في حياتها، وتامل كيفاش غتعدم، وتامل كيفاش وقع هذا الشيء وعلاش هذا الشيء كامل وقع. فطلبت منه انه يعطيها رساله، بدات كترغب فيه وترغب فيه وترغب فيه باش يعطيها رساله، حيت الا اعطاها رساله وحصل لا هو لا هي لا الحراس غي تعدمو كاملين. فهو ما تردد في الاول، ما قبلش، ولكن غراتو بواحد يعني واحد الخاتم ديالها، يعني طمعاتو واحد الخاتم غالي ديالها باش يعطيها تكتب غير رساله. فغادي يعطيها في الاخر باش تكتب رساله، غتبدا غير تخور في ديك الرساله، غتبقى تقول انا ما عرفتش كاع علاش وقع هذا الشيء، ما عرفتش علاش غنموت وعلاش درت هاد الشي كامل، انا كنبغي الناس كلهم اللي عرفت في حياتي. بحال الا هنايا أنتيغون ندمت واحد شويه على داك الشيء اللي دارت، يعني هذيك الشجاعه والجراه لا فائده، يعني ما دفنت خوها وما دارت والو، في الاخر غتعدم. فطلبت منه انه يعطيها ورقه جديده. في الوقيته اللي غيجيب ليها ورقه جديده غيكونوا الحراس وصلوا، فهو غيحبس ما غيعطيها والو. هي الرساله اللي كتبات غتمشي، يعني ما كملاتهاش وبغات رساله اخرى، ما كفاهاش الوقت باش دير رساله اخرى وحده جديده. فداوها الحراس، جا هذاك الشيء اللي كانت كتبات ماشي مزيان فبغاته، ولكن ما كفاهاش الوقت. ملي جاوا الحراس داو أنتيغون، شدوها في ديك الحفره كامله، الحفره الكبيره اللي غتموت فيها،
لاحوها في الحفرة، خطيبها كان من البعيد غيجي وغيتلاح معاه حتى هو في الحفرة. أنتيغون غتموت، ماتت أنتيغون، حتى إيمون غيقتل راسو معاها وغيموتوا بجوج وغيتلاح معاه في الحفرة. أوغيديس الأم ديال إيمون وفي نفس الوقت مرات كخيون غتسيق الخبار باللي ولدها مات، غدبح راسها حتى هي. راجلها كخيون غيسيق الخبار ولكن ما غيدير والو في الاخر، فكخيون غيبقى بوحدو دابا وهو اللي طلع عليه الجوك وما ماتش. تقريبا كلشي مات وبقى مستمر في الحكم واخا هادشي كله وقع. فهذه هي القصه ديال أنتيغون، هذا هو التلخيص ديالها، يعني هي كامله مكموله. والى اللقاء. في هذا الكتاب فيكتور هيغو غادي يحط هذاك اللي محكوم عليه بالإعدام هو الراوي، يعني هو لو ناغاتور ديال القصة، هو اللي كيروي لنا الأحداث اللي داز منها. هذا لو ناغاتور هذا ماشي شي شخص اللي بسيكوبات ولا ما عندوش عقل، لا، هذا واحد شخص عاقل ومخلق ولكن محكوم عليه بالإعدام لسبب غير معروف، الجريمة ارتكبها غامضة وما معروفاش، خلاها فيكتور هيغو هكا ما معروفاش. فهاد السيد هذا اللي محكوم بالإعدام لو كونداني عنده بنت سميتها ماغي، وهاد بنته ماغي هي اللي عزت عليه، يعني ما بغاش تكبر هي ميتما منه. فنبداو القصة من الأول. القصة كتبدأ فاش الراوي لو كونداني اللي هو الراوي في الحبس ديال بيسيتخ، غادي يرجعنا الشهورة قبل ما غيجي النهار ديال الحكم دياله. هو في هاد النهار هذا تحكي لنا على داك الشي اللي وقع عليه قبل الإعدام، فليكم تخيلوا بحال دابا انا غنعاود لكم شي قصه ولكن كنعاودها لكم في هذا النهار، والقصه طرات هذه شي شهرين ولا 3 شهور. الراوي اللي هو لو كونداني غيعاود لينا دابا باللي هو في بيسيتخ. بيسيتخ واحد الحبس كان قصر شحال هذه وتحول الحبس من بعد. هذا الراوي اللي كيروي لنا الاحداث مخنوق بالفكره ديال الموت، يعني انه غادي يموت واخا هو باقي مسجون، ولكن حس براسو بحال الجريمه اللي دار واللي ما مذكوراش غادي تأدي به الموت. غيرجع بينا الراوي لشهر 8 فاش كان في المحكمة العامة، واحد المحكمة فيها المتفرجين وفيها القضاة اللي غيعطيو الحكم ديال هذاك المحكوم عليه. فغيرجعنا لذاك ديك الأحداث، فقال باللي قبل ما يتحكم عليه كان حاس باللي عنده واحد شونس، عنده واحد الأمل باللي قد يكون الحكم شي حاجة خفيفة مقارنة مع الإعدام، يقد ما يكونش زعما الإعدام غير المؤبد أو لا الأعمال الشاقة. وحتى المحامي ديالو كان كيقول هذا الكلام هذا، وقال باللي عنده احتمال كبير أنه ما يكونش الحكم هو الإعدام، يعني يكون المؤبد ولا العمل الشاق. ولكن القاضي غيدخل وغيعطي الحكم لهذا المحكوم هذا لوكونداني وغيحكم عليه بالإعدام. فكل شيء تقلب هنايا. الكونداني دخلاته الخلعة من الموت، بدا كيقول صافي هذه هي الاخره ليا، تفعفع من هذا الحكم هذا اللي كان داير ليه احتمال ديال 0.0001، ما كانش كاع هو يعني داير ليه احتمال بسيط، ولكن في اخر المطاف جاء الحكم بالاعدام. فاش جاوا الحراس يديوه بقى مصدوم وكيفكر في الموت وفي الحكم اللي جاه، وعاود على الاهانه اللي تعرض لها من طرف الحراس وديك الدفيع بسبب الإعدام الحكم اللي تعطى عليه ولو تهينوه. هاد الحراس هادو هزوه في الطنوبيل من المحكمة اللي كان فيها كيتحكم البيسيت، خليه هو السجن اللي قلنا كان من قبل قصر ولا سجن، فادوه للزنزانة اللي غي يجلس فيها. ووصف لنا باللي السجن ديال البيسيت راه واحد السجن اللي خايب وما كانش حامل فيه الزغبة، يعني ما حملش السجن والشكل دياله وجاه خايب. فالمحكوم عليه بالإعدام اللي هو الراوي كيروي لنا الأحداث أنه دفع القضية دياله للاستئناف، يعني باش يتحيد لي داك الحكم بالإعدام. عالله وعسى أنه يتبدل الحكم ويحنوا فيه. وحتى الحراس اللي كانوا كيعاملوه زوين من بعد ولاو كيحتقروه كما كيحتقروا المسجونين. في الأول كانوا كيعاملوه بلطافة، ولكن من بعد صافي ولاو كيحتقروه كما الأمر سريع للمحكومين كاملين. وطلب لهم أنهم يعطوه الأوراق وستيلو، وفعلا ما قصروش، عطاوه الأوراق وعطاوه ستيلو وعطاوه الفانوس ديال العافية باش يضوي، حيت الحبس كان مظلم فباش يضوي ويكتب أريحية عطاوه واحد الفانوس. فكل نهار
كان نهار ديال الحد، المسيحيين كانوا كيصليوا الصلوات ديالهم، والسجناء كانوا كيتلاقاو مع اصحابهم يعني اللي مسجونين معاهم في الساحه، ويهضروا ويتعاودوا. والراوي قال لنا باللي كيحس شويه بالحريه في هذا النهار هذا ديال الحد، حيت كيتلاقى بالحباسه وكيعاودوا ليه على الجرائم اللي داروا، وفي نفس الوقت كيتعلم منهم اللغه ديال الحباسه، يعني باش يتعلم ديك اللغه، حيت كانت هاد الحباسه كانت عندهم واحد الهضره بحال الكودات، يعني خصك تهضر معاهم بالكودات باش ما يفهموهمش الاخرين ويصدقوا مكحلين الضواصه. فرجعوا للسجن من بعد، بقاو تيدويو تحاتو، ورجعوا للسجن من بعد، والمحكوم عليه يعني هاد لو كونداني هذا فكر يكتب واحد الجورنال. هاد الجورنال هذا يكتب فيه جميع الاحداث اللي كيمر منها في كل فتره، فيقول فيه المصائب اللي هو فيها والمحنه ديالو اللي كيدوز منها في الحبس، باش هكا يخفف على راسو ويدفع الناس يفكروا في القساوة ديال هذا الإعدام. هذا الإعدام كيفاش قاسي على الإنسان. فكانوا عنده جوج أهداف من هذه الفكرة هذه اللي هي يكتب في الجورنال اللي بغى يطبقها النيت، وهي أنه يعتق راسه من هذا الإعدام هذا اللي غيجي، وفي نفس الوقت أنه يدعي الأجيال القادمة ما تعيش نفس المصيبة الإعدام، يعني أنهم يحيدوا هذا الإعدام، هذا الحكم الإعدام يتحيد. فحار بين هاد جوج اهداف هادو، واش يعتق راسو ولا يدفع الكلمات ديالو والحياه ديالو ثمن باش الاجيال القادمه ما تعيش نفس المصيبه ديال الاعدام. الراوي دابا غيبغي يقول لنا الفتره اللي ما بين الحكم اللي تعطاه ديال الاعدام وما بين النهار اللي غيتعدم فيه. فقال لنا بلي هو في السيمانه السادسه دابا، فالنهار ديال الاعدام في السيمانه السادسه. وقال لنا بلي اخر نهار ليه، يعني هاد النهار الاخر هذا، بدا تيتفكر الزوجه ديالو وبنته والوالده ديالو، واكثريه بنته اللي ضروا خاطرو بزاف منها، حيت هي اللي غتطلع بلا اب، و11 شهر ما شافها، ما جلس معاها، ما والو. وهنا فين بغى يقول لنا فيكتور هيغو بلي ان الانسان اللي كيدير خطا وكيرتكب واحد الذنب ممكن يتعاقب بالاعدام، وي عادي، ولكن الناس اللي دايرين به هما اللي كيتضرروا اكثر. وهذه نفس الفكرة اللي ممكن نطبقها على الانتحار. فإنسان أنه باغي ينتحر يعني تقد تبان ليه عادي، ولكن الناس اللي كيبغيوه هما اللي غيتضرروا أكثر، حيت هما اللي غيتضرروا من هذا الانتحار، هو راه غيمشي، فهما اللي غيتضرروا أكثر من هذا الانتحار. كذا ومثال بالإعدام اللي هو واحد الحكم اللي كيتضرروا منه هادوك الناس اللي قراب من المحكوم عليه، واللي هما أبرياء وما عندهم حتى شي ذنب. وكانت هذه حجه ثقيله حطها فيكتور هيغو على هذا الاعدام، يعني شحال خايب. المهم المحكوم عليه كيعاود باللي الزنزانه اللي هو فيها مضيقه، حوايجو قاسحين، وكيلقى صعوبه في النعاس ديالو، هذه من المعاناه ديالو في السجن. وباش يدوز النهار ديالو ما يملش من السجن، فكان كيقرا دوك الحيوط ديال السجن. الحيوط كانت فيهم رسومات، كانت فيهم سميات، هاد الرسومات والسميات حطوهم السجناء من قبل، وكان كيدقق في الرسومات وبانت ليه واحد الرسمة ديال لا غيوتين، هادي اللي كتبان لك دابا في الصورة اللي كيعدموا بها اي واحد محكوم عليه بالاعدام. وبقات يدقق فيها وجاتو الخلعة، يعني قفز من بلاستو وجاتو الخلعة وتفكر الحكم ديالو للاعدام، وجاتو الخلعة من داكشي اللي كيتسناه. من بعد شوية الوقت رجع كيقرا في الحيوط ديال الناس اللي دازوا من قبله وحطوا دوك الرسمات والسميات، فبدا تيقرا في سمياتهم في الحيوط، وشي سميات كيقراهم وتتفكر الجرائم الخايبة بحال اللي كيقتل باه، ولا تيقتل خوته، ولا تيقتل الأطفال، ولا تيقتل الأبرياء. وبدا كيتخايل خيال خايب بحال إلا هاد صحاب السميات، هاد السميات اللي تيقرا، هاد الناس اللي عندهم هاد السميات هادو داخلين عنده في الليل للزنزانه ديالو، وهازين ريوسهم في يديهم، يعني واحد الخيال ماشي لوجيك، وي، ولكن هاد الخيال بقوه الخلعه اللي فيه والخوف بدا كيتخيل هكا، وهو سارح في هاد الخيال، قرصاتو واحد الرتيله وفيقاتو من هاد الخيال اللي كان سارح فيه. فدازت ايام، الحارس ديال الحبس جاء عند المحكوم قال لي هاجي نديك تشوف واحد الحاجه اللي ما عمرك كنتي تحلم تشوفها، ولكن نغامر معاك الريسكي وتمشي تشوفها. فقبل المحكوم
يعني قبل داك الطلب للحارس، الحارس ربطو باش ما يهربش وداه لواحد الزنزانه فيها واحد الشريجم صغير منين يطل، وبدا كيطل على داكشي اللي قال ليه يشوف. فبدا تيطل على واحد المنطقه سميتها تولون، تولون واحد المنطقه كدار فيها الاعمال الشاقه، كيمشيو ليها دوك المحكوم عليهم بالاعمال الشاقه و تيديروا دوك الاعمال الشاقه، وهي اللي كيبقاو فيها النيت باش يدوزوا المؤبد في الاعمال الشاقه حياتهم كامله. وبدا الراوي كيشوف هذا لوكونداني اللي هو الراوي لو ناراتور، بدا كيشوف كيفاش نايض غوات تما وهيلالا، ودوك اللي جايه نوبتهم كيتفرجوا واحد المشهد اللي في شكل كيشوفوا المحكوم هكا دابا، وكيشوف المتفرجين اللي جايه نوبتهم في الاعمال الشاقه فرحانين وكيدفعوا في بعضياتهم بحال عادي، داكش كلشي منوض الصداع وفرحان بحال تحداو هذيك ديك الحاله اللي هما فيها. يعني كيفاش واحد محكوم عليه بالاعمال الشاقه وفرحان بهذا الشكل؟ هذا المشهد هذا جا في شكل لوكونداني. شويه وقع واحد البلان اللي شافوا الراوي المحكوم وعاود لينا عليه. بداو في طريقهم لتولون هذوك اللي محكوم عليهم بالاعمال الشاقه، بداو يبدلوا حوايجهم، يعني طلبوا منهم الحراس انهم يبدلوا حوايجهم، يعني قبل تولون بالبلاصه بالضبط اللي هي ديال الاعمال الشاقه قبل ما يوصلوا. المهم حيدوا الحوايج، الحراس تسناوهم يحيدوا الحوايج دوك المحكومين. شويه جات الشتاء والعاصفه ورداتهم، يعني رملاتهم ومرمداتهم، فالحراس مشاو تخبعوا وخلاو المحكومين مساكن في الشتاء والعاصفه مشرشمين. وملي داوهم لتولون كيجرجروهم بواحد الاحتقار واهانه، واللي دوا فيهم ولا غيب رقم ولا هضر غيب شويه كينزلوا عليه بالزراوط دوك الحراس، وكيعطيوهم ماكله ديال العصا، والماكله اللي كيعطيوهم ياكلوا خايبه، يعني واحد الماكله اللي نتينه خايبه عافينه، يعني ماشي شي ماكله اللي زوينه وطيبه مزيان، يعني اخيب معامله ممكن تشوفها هي ديال الحراس المحكومين بالاعمال الشاقه. فشويه دازو حدا شي محكومين، واحد المحكومين دازو من حدا لوناغاتور وبداو كيهضروا معاه بالخايب، قالوا ليه كتشفى فينا دابا جنوبتك ونتشفاو فيك حتى حنا، جنوبتك وتعدم حتى حنا نبداو نشوفو فيك ونضحكو. وهنا لو كونداني مسكين سخف بكثرة داكشي اللي شافو وسمعو من هادوك، يعني داكشي اللي سمع من هادوك والمشاهد اللي شافها، فقد الوعي ديالو وطاح وبقى فاقد الوعي، فاق ولقى راسو في المستوصف ديال الحبس، داك اللي فيه تيكون فيه طبيب وتيكون فيه يعني عيادة ديال الحبس. بدا تيشوف وتغطى بالمانطا ورجع نعس، واخا ما نقياش ديك المانطا رجع نعس، والمهم احسن من داك السجن اللي هو بيسيتر. فالصداع داز واحد الصداع ديال هادوك اللي غاديين من السجن ديال بيسيتر لتولون اللي حداهم النيت باش يديروا الاعمال الشاقه، وهازينهم في طوموبيلات دوك الحراس، هازينهم في طوموبيلات اللي ما مسدودينش يعني بحال الهوندات، وغاديين وكطيح عليهم مساكن الشتاء والبرد وفي حالة لا إنسانية. وهاد المحكومين تيخوفوا في بعضياتهم وتزيدوا بعضياتهم لهاد المعمعة وتيغوتوا الهيلالة شوية. الحراس يعني ضرهم هاد الهرج هذا اللي جا من طرف المحكومين بالأعمال الشاقة، عطاوهم بجملة جملة كلهم عطاوهم قتلة ديال العصا، يعني بدأوا تيعصوا فيهم وتيضربوهم وهما يسكتوا. الراوي هاد الشي اللي شاف من احداث اكد باللي يعني اكدت ليه الفكره ديال ان الموت حسن من هاد الشقاء، هذا حسن من الشقاء اللي كيعيشوا المحكومين مساكن في الاعمال الشاقه. شوف غير كيفاش كدوز البدايه، كيف غيكون الدوام في الاعمال الشاقه، يعني الدوام الماكله خايبه، المعامله خايبه، الاهانه، الاحتقار. من بعد ما ارتاح المحكوم يعني هاد لوكونداني وصح ردوه للزنزانه، ملي رجع بدا كيأنب في راسو علاش ملي جاتو الفرصه ما هربش، كان في مستوصف كان عنده واحد الحظ انه يهرب ولكن ما دارهاش، وعارف بلي واخا دفع قضيته الاستئناف ولكن ما غيتبدل والو، الاعدام جاي جاي. وبدا كيتخيل راسو جاه العفو، يعني واخا الخيال ما عنده علاقه بالواقع ولكن بقى جالس شويه وتيتخيل راسو. شويه سمع واحد المرة كتغني واحد الأغنية اللي حزينة واحد اللغة عامة ديال الفرنسيين، يعني الدارجة ديالهم زي ما بحال الأغنية ديال البرتقالة المرة، غير هذه فرنسية.
فهاد الاغنيه هادي كتهضر على واحد المراه اللي راجلها محكوم حتى هو بالاعدام وما قبلوش البراءه ديالو والاستئناف ديالو اللي كيطلب. ولو كون داني سمع هاد القصه اللي في الفحوه ديال هاد القصه اللي في الاغنيه وحس بفقدان الامل وشويه بدا كيشوف كيفاش يهرب، ولكن الصور ثقيل، داك الحجر اللي كاين اللي ديال بيسيتخ ما يمكن لكش تخترقه كان قاسح، هذاك الشيء علاش حبس هاد الفكره هادي وهاد الهدف ديال الهروب. وبقى تيكتب في الجورنال ديالو شويه شويه، دخل عليه واحد العساس اللي هو العساس ديالو النيت، والعساس بقى ساكت وماشي من عاده هاد العساس هذا، يعني ديما تيدخل بالغوات تيخرج بالغوات. فلوكونداني تخلع وقال باللي هادي شي حاجه خايبه، داك الشيء علاش العساس ساكت. من بعد بشويه جا عنده المدير ديال السجن اوفيسيالمو، جا عنده شخصيا هو وتعامل معاه زوين، وهذا الشيء خلى لوكونداني يشك باللي داك النهار غادي يودع، هذاك هو النهار ديال الاعدام ديالو. مهم هاد الشك هذا ديالو شويه بدا كيشوف غير الظلام في عينيه، ولا كيبان ليه كل شيء حابسه، وزاد الخوف ديالو وبقى كيزيد كل ما قربت، يعني داك الوقت كل ما قرب واخا هو ما عارفش فوقاش غي، كل ما زاد الوقت كيزيد كي يخاف ويزيد يتخلع، واخا هو ما عارفش وقتاش مازال ما عارف وقتاش غيتعدم. وبدا تيفكر ومخربق وبغى يهرب وان كل شيء غيموت اونفا، بدا تيصبر راسو باللي راه واخا الاعدام هذا جاتو ديك الفكره ديال ان الناس غتموت، وان الناس ماتت قبل منه وغتموت من بعد منه. فهنايا غيخرج المدير ديال الحبس وشويه دخل لو بريتر. لو بريتر هو القس المسيحي، واحد القس بحال الفقيه، غير هو الفقيه ديال المسيحيين. دخل عنده للزنزانه ديال لو كونداني وبدا كيدي معاه ويجيب معاه في الهضره يعني باش يريحو شويه. جا عنده لويسي، يعني هذا واحد المرسول، واحد المأمور من الوكيل العام باش يقول ليه باللي الاستئناف اللي كان طلب في ديك القضيه ديالو راه رفضوه ليه، وقال ليه كذلك ان اليوم مع الربعه غادي يتعدم. فهذا واحد الخبر اللي خايب بزاف بالنسبه لكونداني، وقالوا ليه لويسي يعني نيشان، واليوم غينقلوه مع السبعه ونص من الحبس ديال لو بيسيتخ، بيسيتخ اللي هو فيه دابا لا كونسيونجوري. لا كونسيونجوري هذا حبس اخر كاين في باريس، الحبس هذا كانوا كينقلوا فيه ومن تما تينقلوا للساحه الاعدام. ففعلا لو كونداني مشى نقلوه لهذا الحبس هذا، ودابا كيفكر في حاجه وحده اللي هي انه يهرب. فباش ينقلوه من البيسيتخ لا كونسيونجوري داو في واحد العربه، وصفها لينا لو كونداني بحال التابوت ديال الميت. فداو لهاد لا كونسيونجوري، والناس اللي كانوا كيشوفوه وهما غاديين به يعني لا كونسيونجوري كانوا فرحانين بالاعدام والفراجه، يعني كانوا عارفين باللي راه غيتعدم وباغين يتفرجوا فيه. في الطريق ديالهم لويسي المأمور ديال الوكيل العام كان كيتعاود مع القس المسيحي على السياسه الجديده في فرنسا والسياسات وما يخص بالسياسه. لو كونداني حطوه في واحد لو شومبر، واحد الشومبر في قريب المدير ديال الحبس ديال لو كونسيونجوري ونعس. لو كونداني شويه سمع واحد الصوت ديال الضحكه ديال واحد كانوا حطوه معاه في هذا الحبس هذا، هذا خينا هذا كانت في عمره 55 عام، هذا الحباس الجديد حتى هو غيتعدم وكبر يتيم، يعني حتى هو باه تعدم وحتى هو غيتعدم. وبقى كيعاود لو كونداني على حياته، يعني قال لي حياتي دازت صعيبه وكنت بغيت ندير خدمه ونكون مواطن صالح، ولكن المجتمع كان قاسي عليا، وحيت هو كان ديجا عنده سوابق فما قبلوه حتى في شي خدمه. واحد النهار جا الجوع وسرق واحد الخبزه وحكموا عليه بمؤبد خبزة مؤبد. من بعد هرب من الحبس ولا شفار بروفيسيونيل ولا محترف، وقبضوه عاوتاني، قبضوه للمرة الثانية وتحكم هاد المرة بالإعدام. فهاد الشي عاودوا له كونداني وكيدوي ليه بواحد التأثير، يعني بحال بغي يأثر فيه. ومن بعد طلب منه الكبوت ديالو، الكابوت يعني داك الكابوت ديالو ديال لو كونداني، واحد الكبوت زويون بغى يزرب عليه فيه، يعني بغى يزرب عليه بواحد الطريقه احتياليه باش يبيعو ويشري الكارو اللي يدوز به الوقت في بيسيتخ. فلو كونداني خاف منه
حيت هو كان مفورمي عليه، فعطاه الكبوت ديالو ما عنده كيدير يقول ليه لا. شوية جاو الحراس هزوا له كونداني وداوه لبيت آخر، يعني بيت آخر يتسنى الوقت اللي غيتعدم فيه هو. وهنا لو كونداني تعصب حيت الآخر زرب ليه على الكبوت، يعني داه ليه الكبوت ديالو اللي زوين، وتمنى أنه يقتلو حيت غيخرج للناس بواحد المظهر مبهدل، الحوايج ديالو مكشترين. ومهم لو كونداني طلب من الحراس انهم يعطوه فين يتكا ويكمل الكتابه ديال الجورنال ديالو، يعني شي بلاصه يكمل فيها الكتابات الجورنال ديالو، ونفذوا ليه الطلب وحطوا ليه حداه حراس يحضيوه. فالعشرة وصلت، بقات 6 ديال السوايع للاعدام. لو كونداني كيشوف الجثه ديالو كيفاش كيديروا ليها ويديروا ليها التشريح، يعني كيتخيل هاد الاحداث هذه وكيفاش، وكيفكر في بنته اللي غتيتم من بعد ما غيموت، وهي عندها 3 سنين وألمو هاد الشي هذا، ويبقى عليها مسكينة العار وأن باها مجرم. فبقى كيفكر كيفاش يتعدم، وما قدرش يعطي حتى السمية ديال لا جيوتين ديك اللي غتعدمو، هذه اللي كتشوفو دابا ديك اللعيبة اللي كتعدم، يعني كتكون فيها واحد الموس حادة وكبيرة كبيرة في الحجم، هذيك ما قدش يقول هانيشان يقول لا جيوتين، بدك يلمح في القصة باللي هي، ولكن ما عطاش سميتها واللي هي لا جيوتين. وقال باللي هو فات ليه شافها وشاف الناس اللي دايرين بها وكيتسناو اللي غيتعدم باش يتفرجوا فيه. وصلت 11، بدا كيتمنى من قلبو شي عفو ولا شي حاجه اللي تفكوا من هاد الوحله اللي هي الاعدام، ولدرجه بدا كيتمنى المؤبد والاعمال الشاقه ولا الموت بالاعدام. رجع عنده داك القس اللي كان جا عنده، داك القس المسيحي، وشافوا لو كونداني ارتاح شويه حيت كان خايف وتيفكر غير في الموت، ويفكر بزاف داكشي ديال ملي غيتعدم شنو غيوقع والابعاد. وشويه القس بدا كيدير ليه الموعظه، يعني تيدير ليه الموعظه للمسيح والروح القدس. السيد غيموت، هو ما مسوقش باللي هاد الخليقه هذا اللي حدا غيتعدم من بعد ساعات، بحال الا بحال داك السيناريو ديال انتيغون مع داك الحارس اللي كان معاه قبل ما تموت هذاك. فلو كونداني طلب من القس قال لي خرج عليا في حالك، خرج عليا وخليني بوحدي. خرج القس، لو كونداني بدا كيتسائل كيفاش القس ما مهتمش بالموت ديالو. وصف لنا هذا القس هذا بلي راه واحد السيد اللي مكلف، يعني مكلف بهادشي هذا، ماشي من احساسه من قلبه باغي يواسي المحكوم عليه بالاعدام، هي فقط خدمته، اما هو لا مبالي وما عندوش احساس بهذا اللي غيموت يعني قدام عينيه. لو كونداني قال كون غير جا شي واحد لصغير، شي شاب عادي يحس بيا ويحس بالمعاناة ديالي ويواسيني حسن من هاد القصة هذا اللي ما فيهش روح الإنسانية وخا المظهر ديالو ديني. بدات يفكر هكا، في آخر المطاف لوكونداني فكر باللي القصة تعامل عادي ودار اللي عليه، غير حيت لوكونداني قربت ساعته داك الشي لاش تفكر خايب بحال هكا. شوية جا عنده واحد النائب ديال المهندس المعماري داك ديال داك لا كونسيان جوغي الحبس، وقال ليه دوماج ما غتبقاش معانا، يعني غتموت اليوم، دوماج من بعد 6 شهور غتزيان البلاصه هنا وكلشي غيتقاد. لو كونداني مسكين بقات ليه ساعات قليله، وهاد الخليقه هذا بنادم هذا عادي كيهضر بحال هكا. لو كونداني بقات ليه يعني غير شي ساعات باش يموت. الحارس الزوين اللي كان عنده بدلوه ليه، كان كيتعامل معاه زوين، بدلوه ليه بواحد اللي قال عليه لو كونداني عينيه بحال ديال العجل، واحد الحارس اللي وجهه خايب وما كيبشرش بالخير. وهذا الحارس هذا غيطلب من لوكونداني واحد الطلب اللي في شكل، قال ليه ملي تموت رجع عندي وقول لي نمارد سويرتي باش نربح في القمر. غريب هذا السيد هذا، قال ليه كيطلب من واحد غيموت. لوكونداني مصدوم من هذا الشيء اللي كيسمع، وهذا الحارس كيامن باللي ان الموتى عندهم داك المفتاح ديال رؤيه المستقبل، يعني عندهم داك المفتاح ديال الغيب، وداك الشيء لاش طلب هاد الطالب هذا. فلو كونداني انه شاف هاد خينا ملهوف، قال لي ارى لي حوايجك غنتعدم، وملي نموت نجيب لك الارقام ديال القمر، يعني اعطيني حوايجك غير باش نتستر في ساحه الاعدام، ملي نموت نجيب لك الارقام. وفكر لو كونداني بهاد الطريقه هادي يقدر يهرب. الحارس هذا يعني قبل هاد الشيء هذا اللي قال ليه، وبدا تيقلع في الحوايج وشويه عاق، وقال ليه لا عطيتك انا الحوايج تهرب وما غتموتش وما غتجيب لي لا ارقام لا والو وصافي، يعني انت باغي تزرب عليا. اما فرفض في اخر المطاف. لو كونداني دابا باش ينسى شويه هاد الشيء بدا كيفكر في الحياه الزوينه والاحداث اللي كانت وقعت ليه زوينه في حياته مع واحد البنت سميتها بيبا.
واحد الاندلسيه كانوا معاشقين بيناتهم، هو معاشق معاه وهي معاه في الصغر، وتفكر ايامات كانوا كيجريو فرحانين، واحد المشهد اللي رومانسي اللي افتقدوا له كونداني، وهذا الشيء هذا خلاه يتاسف وتاب من داك الجرم اللي دار، وقال بلي هو انسان مزيان غير دار الذنب اللي يستاهل عليه العقوبه، فهو تاب من هذا الذنب هذا. وتفكر الناس اللي عايشه الحياه عادي وبرا وكتنعم بالحريه، فزاد التعقد. وتفكر الصغر فاش كان مشى لواحد نوتردام، يعني ديك نوتردام دو باري، ديك الكنيسه، وداك الصوت ديال الاجراس ديال الكنيسه اللي كيجيب الدوخه في ديك الوقيته، وقال انها نفس الدوخه اللي كيعيشها دابا، هي الصراحه الصوت ديال الكنيسه قريبه من داك الصوت ديال الدوخه ديال الموت. وهنا وصف باللي ان لوتيل دو في، لوتيل ديال المدينه اللي كيخرجوا منه دوك القودات ودوك خوتنا اللي غينفذوا الحكم، قال على هذا لوتيل دو في واحد المكان ديال خروج الشر. هذا الشيء باش غيوصفوا لنا هو لو كونداني وصلت ليه الوحدة ونص، وصف باللي هاد الوقيته هادي حس بالالم في البطن ديالو وفي الجسم ديالو كله، وبغى صافي يتعدم، صافي عيا من العذاب النفسي والبدني اللي كيعيشو. وقال باللي الناس تيقولوا الاعدام راه ما فيهش الالم، كو ديك لا غيوتين اللي كتعدم كتقطع الراس بالزربه فما كاينش الم، ولكن هو رفض هاد الفكره هادي ونقدها. قال لك الكاسيدي الالم ما كاينش في الاعدام، الالم تيكون الالم الحقيقي، وديك المراره ديال الالم هو ديك الوقيته فاش كيتسنى داك المحكوم عليه بالاعدام، داك الاعدام ديك الوقيته فاش كيتسنى، ما تقولش الاعدام ما فيش الم، هادشي اللي قالوا. المهم دابا لو كونداني كيفكر وكيتمنى العفو ديال الملك يجيه ينقذو من هاد الشيء هذا، من هاد وشويه فقد الامل من هاد الاعدام، وفقد الامل في اخر المطاف، فقد الامل لاقصى درجه، وبدا كيشوف ان الموت جايه، وتخيل اي حاجه خايبه، وبدا كيتخيل باللي ملي غيتصدم، يعني غيتصدم غيتعدم وغيتصدم باللي غيلقى صحابه، ويتفكروا الاعدام وايامات الحبس، وبدا كيتخيل كل واحد هز معاه راسه، والدم والدمايات والموت، وحس بالضيق في صدره والخوف والخلعه، وطلب باش يشوف القس المسيحي، يعني اللي كيرجعوا كيطبطب عليه شويه كيريحو، واخا كيف ما كان الحال. جا القس وهو مخربق هاد لوكونداني، قال للقس خليني نرتاح، نعس. وجا واحد الكوشمار، واحد الحلم اللي خايب، هو انه مع واحد ثلاثه ديال صحابو كانوا جالسين تيقصروا، مرتو بنتو في الصالون، وشويه سمع واحد تخرشيش، مشيت له هو وصحابو، لقاها واحد المراه شارفه، هاد المرأة شارفة هزا عينيها في يديها، هو كيقرب ليها بالشمعة، كيقرب ليها شوية، وهي تصوت ليه على الشمعة وعضات ليه في يدو، إنفو عضات ليه في يدو، فاق. فاش فاق مرعود وفيه البرد والعرق وخايف، القس كان حداه وقال ليه راه بنتك جابوها لك باش تشوفها. ففعلا شاف بنته عنقها وفرح واحد الفرحة ما كتصورش، مراته وامه ما جاوش حيت كانوا مراد من جهته، طاحوا بالمرض، جات غير بنته جابتها ليه الخدامة، فعنقها وشدها وفرح. الخدامة مشات كتبكي مسكينة حيت عرفت بات البنت غيموت، في واحد القنت مشات تتبكي حيت تأثرات بالقصة، واحد السيناريو اللي محزن، وفي شكل بنته كتقول ليه موسيو، ما كتقول ليش بابا، كتقول ليه موسيو، حيت قالوا ليها بلي راه باها مات. واحد المشهد اللي مؤثر في الملامح، ما عقلتش على النبره ديال الصوت، ما عقلت على والو، قالوا لي باك مات، وهي كتقول لي موسيو دابا، هو تيقول لها واش فعلا ما عقلتيش عليا بلي انا هو باك، قالت ليه لا فعلا انت ماشي هو بابا، وبابا راه مات وانت موسيو صافي. فبغات تقول لي راني وليت كنعرف نقرا، فشدات ديك الورقه ديال الاعدام وبدات تقرا فيها، صافي تما حبس لوكونداني، ما قد يجي حتى شي كلمه، وقال لهم صافي خرجوها ما قد نقول والو، واخا عنقها وهادي، ولكن نحس بواحد الاحساس خايب بزاف. فهنا شنو غيوقع؟ ما قدش يستحمل وطلب الخدامه تخرج ليه بنته. مشات بنته وهو كيتخيل ملي غيخرج ويدوه يعدموه كيفاش غيوقع داك الشيء، وكيشوف الناس اللي باغيين يتعدموا، هادوك اللي كيقولوا شي نهار غادي، يعني هو تيقول انه شي نهار غادي يتعدموا حتى هما، وقرر يكتب قصته، ولكن ما قدوش الوقت يكتب القصه ديالو،
وتلفوا ليه وسيل الوراق وما قدش يكتب هاد القصه ديالو. داوه لواحد الشومبغ واحد البيت في بلاس دو غريف اللي هي البلاصه فين تيتعدموا النيت، وبقى تيكمل داك الجورنال اللي تيكمل فيه الاحداث اللي تيدوزوا عليه. فشويه جاوا دوك الثلاثه ديال الحراس تيقولوا ليه راه الساعه اللي غتعدم فيها خاص تكون فيها واجد. جات الوقت بداو تيتسمعوا الاصوات ديال الاجراس والناس فرحانين كيشوفوا هو كيفاش غيتعدم. وهنا لو كونداني ما حملهمش حيت ما فيهمش روح الانسانيه، حتى شويه ديال الانسانيه، زيرو انسانيه، متعطشين للدماء وباغين يشوفوا راسو كيفاش كيتقطع وداك الشيء. يعني تيقول كيفاش هادو يعني عطاتهم نفسهم انهم يشوفوني انا كيفاش كنموت وكيفاش غنتعدم. وكل ما كيقرب للجيوتين، ديك لا جيوتين هي اللي كيتعدموا بها، كل ما كيقرب كل ما كيفشلوا ركابيه، كل ما كيقرب كل ما كيفشلوا ركابيه، وكيزيد يتخلع. واخا باس داك الصليب المسيحي اللي تيقولوا انه تيحيد الخوف وتيحيد تيجيب الطمانينه للانسان، واخا هكاك فشل وغادي وكيتخلع وبدا تيدقق في اخر حوايج كيشوفها في الحياه، اخر الحوايج، شي وجوها، شي مناطق، شي بلايص، حاجه من هنا حاجه من هنا، في الارض، في التراب، في اي حاجه كيدقق ويشوف كيفاش دايره. وطلبهم يكتب اخر كلماته في الجورنال، يعني يفكوا ليه القيود ويكتب اخر حوايج باغي يقولهم في ذاك الجورنال. ولكن اخر حركه دار، يعني اللي تقالت لينا انه اخر حركه دار، هي انه ركع للقاضي باش يسمع ليه، وقال ليه عافاك سمح لي، وبدا تيطلب السماحه ولكن ما سواهاش ليه القاضي. وقال لذاك لو بوغو، داك اللي غيحكم عليه، يعني اللي غيعدمو، قال ليه خصك تعدمو في الوقت، شت هادشي تعطل وخصك تكون واجد باش تعدمو. يعني بدا تيلوم داك خينا اللي غيعدمو. بقاو تواني، لو كونداني بقى عنده امل وحيد اللي هو يجي الملك يجي شي عفو وما يتعدمش، ولكن صنات الربعه